أهلا وسهلا بكم سيداتي سادة المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم المباشر استوديو الموصلية، والذي في كل حلقة نكون وإياكم في محور الحدث في أراضي الموصل ومحافظة نينوى. مشاهدين الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم سنناقش وإياكم موضوع: هل أن إقالة المحافظين الفاسدين وتجميد عمل مجالس المحافظات خطوة في اتجاه البناء والإعمار والتعجيل بالاستقرار؟ كونوا معنا بعد الفاصل. قبل أن نبدأ معكم مشاهدينا الكرام في الحديث والدخول في نقاش هذا الموضوع، دعونا نتابع وإياكم: أهالي الموصل يطالبون باستقالة الفاسدين وفسح المجال أمام الشرفاء والأكفاء لإعادة أعمار المدينة. لنتابع. أنا شفت يعني إنه محافظ البصرة إنه ست استقالته طلع، إنه شغلة ما يطلع من حقها طلع من حقها، يعني عطى قصدك عطى مجال فرصة الفرصة لغيره. طبعا إحنا لازم إرادة إنه بالموصل هالشيء، إحنا ما نلتمس كل شيء. طبعا هذا كل شيء ما نلتمس منه، عتيجي مساعدات وعتيجي من غير دول وعتيجي كل شيء، إحنا أبسط شيء تعويض كل شيء معوض. ولو الحكومة المحلية لم ترتقي للمستوى المطلوب لمحافظة نينوى، الخدمات لحد الآن خدمات قليلة حيل، الجانب الأيمن يعاني، يعني الموصل يعني خدمات قليلة وتفتقر يعني للخدمات حيل. انت تأيد باستقالة المحافظ نينوى؟ نعم، المفروض يحذو حذو محافظ البصرة، اللي عليه ملفات وشبهات فساد يحذو حذو محافظ البصرة. يا هو المايش طلعت خليه يعوف البلد ويمشي. اكو ناس هواية تفتهم، اكو ناس ثاني شيء البلد تعبان، زبالة بالافرع متروسة، يجي للمنظمات تنظف شارع السايدين والافرع متروسة زبالة. نقطة ثانية، بيوت ما الناس انهدمت قاعدة بالمخيمات، وين التعويض؟ بلد غني نفط ذهب، شو تريد به هذا البلد؟ ومع العلم الفائدة ما حد محصل منه، مع العلم مبالغ صرفت، يعني صرفت مبالغ وراحت راحت أخي انسحقت مع الأسف، يعني الإمارات صرفت، الكويت صرفت، البريطانيا آخر شيء 318 مليون دولار، وين الفلوس؟ وين راحت؟ علشة ما افتهم، يعني كل شيء ما شفنا منها مع الأسف. نعم هسه يسمعنا، هسه يسمعونا، خلي يسمعون أخي، هسه يقولون هذا نوع من التهجم. أبد ما تهجر، أنا مواطن عادي عراقي أخي، الماء يشتغل عوف عوف أخي، عوف الكرسي. أنت تأيد؟ أنت كمواطن أخي أأيد أأيد، خلي يستقيل، كل من ما يشتغل خلي يستقيل، يروح يقعد ببيته أخي، البلد تعبان، خلي ينطي مجال غيره، وأكو ناس تفتهم، أكو ناس تشتغل عادي، تخاف الله، الماء يخاف الله لا يجينا. والله أنا أحب أقدم لكم هذا الاقتراح، من اقتراحي يعني، وأنا مواطن عراقي ومن أهل الموصل خاصة، أن هذا صار له 3 سنين أنه ما قدم كل شيء لأهل الموصل، وأريد استقالته، أريد يطلع من السبب أنه ما قدم كل شيء للموصل. الجسور لحد الآن مقطعة، شوارع للسعة مكسرة، أخويا تروح شوف البلدان الغير، الشوارع الجسور شلون صايرة، لحد الآن إحنا ما شفنا كل شيء من عنده، خلي ينطي مجال لغيره وغيره، وإذا ظلت هيك حتى انتخاب ما راح ننتخب، أهل الموصل كلها ما راح تنتخب، إذا ما روح شوف، روح شوف هذا منطقة النبيس، والله الزبالة كلها، لا خدمات، لا مي، لا كهرباء. لازم يجينا واحد يخدم البلد، يخدم العالم، يخدم العالم هذه، يعني لا نفايات يشيلون، لا أغراض هذه، بسطات 24 ساعة يعزلوهم، وين هو؟ وين الحكومة هو؟ وين الحكومة مالتنا؟ حكومة كلها بس عايشين بالبوق 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 باللغف باللغف، وين نحن؟ وين؟ يعني تأيد باستقالة المحافظة؟ نحن نأيد، ليش ما نأيد؟ نحن نريد واحد يخدمنا. نحن ما عندك عداوة مع المحافظ؟ ما عندي عداوة مع أي واحد، أنا ما عندي عداوة مع أي واحد، أنا أريد واحد يخدمنا. نحن نريد أن واحد يجي يخدمنا، لأن نحن اللي انتخبناهم، ولا هو جاب الانتخابات، جاب الانتخابات هو المحافظ مالتنا أخويا، هم جابوه وخلوه على الكرسي، بس نحن لحد الآن خلي يسوون انتخابات ونحن ننتخب، نحن نشوف الأي الأفضل ونحن نخليه، نحن نريد واحد يشتغل لنا. والله أول شيء احنا نشكر القناة الموصلية لأن أول شيء تنقل إلى معاناة المواطنين، هاي أول شيء. ثاني شيء محافظة الموصل يعني احنا ما مستفاد منه كل شيء، ما أي شيء ما مستفاد منه، لا رواتب، أي خدمة ما مقدم لنا، يعني وين هذا عمرك هسه يعني؟ والله لا عمري، لازم هسه يسوي لي راتب يقول لي روح اقعد بالبيت. نعم. وأول شيء اللي يقدم استقالة أحسن له،
السبب ليش؟ يعني السبب ما يعني كل شيء حتى يعني داخل الموصل خدمات ما خدمات كل شيء ما متوفر لنا والله كل شيء ما مستفادين احنا المحافظة. والله الأجدر به الأجدر به أنه يقدم استقالة فورا قدوة محافظ البصرة إذا يريد يحترم نفسه ويطلع كافي لغف كافي بوق. احنا معاناتنا معاناة جانب الأيمن هاي صار لنا شهرين ما حد قدم لنا ولو خبده يعني. فالأجدر به أن يلتفت للعقود للرواتب للموظفين يعني عقود البلدية ماكو رواتب، الرعاية ماكو رواتب، الشبكات الضعيفة الأحوال ما يعني فد مرة تعبانة. فعليه أن يترك المحافظة ويطلع فيجيبون واحد أجدر منه لأن لا قدم خدمات، خدماته ضعيفة. بدأ يشوفه يطلع بالبدة العمل وعضلات قدام الكاميرا وانتهى. إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم مطالبات أهالي الموصل باستقالة الفاسدين وإبعادهم عن إعمار الموصل وعن التصدي للمشهد السياسي والخدمي والتنفيذي في مدينة الموصل. طبعا هذه المطالبات اليوم يعني حقيقة تجعلنا أمام أسئلة كثيرة تطرح سواء من خلال الإعلام أو سواء من خلال المواطنين أو حتى من خلال السياسيين المتواجدين سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية. إذن ينضم إلينا في حلقتنا هذا اليوم النائب في مجلس النواب الأستاذ مشعان الجبوري. أهلا بك سيد مشعان. سيد مشعان إذا كنت تسمعني أهلا بك. سيد مشعان إذا كنت تسمعني أنت معنا في برنامج استوديو الموصلية. يبدو أن الاتصال لا يزال غير مؤمن. بالتأكيد نعود الحديث مشاهدينا الكرام. فإذا هذه التساؤلات حقيقة تطرح في مقترح أو حول مقترح مجلس النواب الذي اقترح أن يتم تجميد عمل مجالس المحافظات كجهة مثل ما نقول رقابية وأيضا جهة إشراف على عمل ديوان المحافظات بصورة عامة. فبالتالي هنالك أيضا من ضمن المقترح تمديد عمل المحافظين مع تجميد عمل مجالس المحافظات. دعونا نعود لاتصال النائب أو عضو مجلس النواب الأستاذ مشعان الجبوري ونقول مرحبا بك مرة أخرى. أنا أرحب بك أستاذ وبمشاهدي قناة الموصلية وهذا البرنامج الواسع الانتشار، مرحبا بك. حياك الله استاذ مشعان. يتجه مجلس النواب الى تجميد عمل مجالس المحافظات، يعني هل اخبرتنا عن تفاصيل واسباب هذا التوجه وهل سينجح المجلس في تمرير هذا القانون؟ تفضل. اولا تم التصويت في الاسبوع الماضي. نعم. باغلبيه ساحقه. طيب. على ايقاف عمل مجالس المحافظات صرف الأعضاء إلى بيوتهم بدون رواتب. نعم. انقطع الاتصال مرة أخرى، إن شاء الله نعود مرة أخرى إلى تأمين الاتصال مع الأستاذ مشعان الجبوري. نعود الحديث مشاهدينا الكرام حول تصويت أغلب النواب كما استمعنا الآن إلى السيد مشعان أن هنالك أغلبية قد صوتت على تجميد عمل مجالس المحافظات. في مقترحات يعني وفي نقاشات تدور يقولون بأن هنالك حقيقة عدم ممارسة أو انعدام للممارسة أو ضعف في ممارسة الدور بالنسبة لمجالس المحافظات. إذن دعونا نعود للاتصال مرة أخرى مع السيد مشعان الجبوري. أهلا بك. أولا أعتذر عن هذا التقطع، وقبل الانقطاع أنا أكدت لحضرتك وللمشاهدين. نعم. أن مجلس النواب صوت في الأسبوع الماضي. طيب. على الفقرة المتعلقة بتجميد عمل أعضاء مجالس المحافظات. نعم. والمجالس برمتها. نعم. وصرف أعضائها. نعم. دون أي راتب أو سيارات أو أي مهام. نعم. وننتظر أن نصوت ربما غدا أو الخميس على القانون برمته. القانون برمته. نعم. وعند التصويت على القانون برمته ستصبح هذه المجالس بلا عمل. نعم. أو أن هذه تنتهي مهمة هذه المجالس. نعم. ويتخلص الشعب
من المفاسد التي مارستها هذه المجالس والكوارث التي تسببت بها في المحافظات. والغريب إن مجلس النواب بما في ذلك الأحزاب التي تعود أو ينتمي أغلب أعضاء هذه المجالس لها صوتوا على إنهاء مهمة هذه المجالس باستثناء وللأسف الشديد المحافظات الغربية أو المحررة من داعش. كان أغلبية النواب مع إبقاء هذه المجالس. والسبب إلي غريب ومجهول. يعني سيكون هنالك تجميد لمحافظات دون أخرى؟ لا عفوا لا، التجميد شامل، مجلس النواب صوت. أنا أقول إن نواب بعض الأغلبية من نواب هذه المحافظات لم يؤيدوا هذا القرار، ولكن أغلبية مجلس النواب صوتت، والقرار يشمل جميع المحافظات غير المنضوية بإقليم. طيب من سيقوم بالدور الرقابي على عمل المحافظة في حال تجميد عمل مجالس المحافظات؟ القانون أناط مهمة المراقبة والإشراف على عمل المحافظة بمجلس النواب. طيب من الآن وحتى الانتخابات القادمة المتوقع عقدها في شهر نيسان 2018 بين حيث ستجري على اختيار أعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب في يوم واحد. طيب هل أن تجميد عمل مجالس المحافظات وتمديد عمل المحافظين، هل هو هذا القرار يدور في سياق قانوني؟ لا، هسه هو المحافظ ستصبح السلطة الرقابية بيد مجلس النواب، وبصراحة هناك استياء عام شعبي. هذا القرار هو انعكاس لرغبة وإرادة الشارع. طيب هناك انعكاس شعبي، بعض مجالس المحافظات تصوت اليوم على إقالة مدير عام، بعد يومين تعيد نفس المدير العام مقابل رشا. طيب يتخذون قرار باستجواب محافظ ثم يتلقون رشا ثم يلغى الاستجواب. هذه المجالس أصبحت ممارساتها وسلوكيتها مضرة بالمواطنين وبالإدارات المحلية، ولذلك أن يبقى وتمكن المحافظ في الأغلب المحافظات من شراء ذمم هؤلاء الأعضاء. ولذلك نعتقد أن المحافظ سيكون عليه من الصعب أن يشتري ذمم مجلس النواب بكامل أعضائه، وخصوصا أن ذلك يشتمل على نواب من كل محافظات العراق، أي سيصبح مجلس النواب هو جهة الرقابة على إداء المحافظين والإدارات المحلية. طيب ويقيم أعمالها ويتخذ القرارات بشأنها ويحاسب من يستحق الحساب. طيب ما هي قانونية، أو لنا يعني لكن توضح من قانونية تمديد عمل المحافظين مع توقف أو تجميد عمل مجالس المحافظات؟ هذه الصورة لم تتضح لدي. هو ليس اسمه عمل، هو المحافظ معين أن يبقى محافظ، لا ارتباط بين المحافظ وبين مجلس المحافظة، كما لا يعني كما عندما تنتهي دورة مجلس النواب يستمر رئيس الوزراء يستمر رئيس الوزراء بإدارة شؤون البلاد تحت عنوان تصريف الأعمال. المحافظ سيتحول إلى تصريف أعمال، وبإمكانه أن يحصل على أي صلاحيات استثنائية يريدها من مجلس النواب إن تطلب الأمر ذلك. طيب سيد مشعندة، وأنتم في مدونة لكم على الفيسبوك إشادة بدور من أسميتموهم بفرسان القضاء في محاكمة الفاسدين، وذكرت أن محافظ ووزير ومسؤولون كبار في انتظار المحاكمة بتهم الفساد، هل لك أن توضح لنا ذلك؟ أعتقد أن السيد محافظ بينوى في طريقه بإذن الله إلى القضاء. طيب والآن نحن نتعاون مع بعض أعضاء مجلس المحافظة وبعض الموظفين المحترمين في محافظة نينوى الذين وضعوا تحت تصرفنا مجموعة من الوثائق التي تدين المحافظ والتي قدمناها إلى هيئة النزاهة. وهيئة النزاهة تجري عملية التحقيق الآن في هذا الأمر. وعندما ينتهي التحقيق قناعتي الشخصية أن السيد المحافظ سيحال على القضاء. وهناك ملف آخر يتعلق بالسيد وزير الزراعة،
أعتقد اكتمل به التحقيق وهو من محافظة نينوى. اكتمل به التحقيق في هيئة النزاهة يتعلق باستيراد بعملية فساد في استيراد السماد وقضايا أخرى. واليوم اللجنة التحقيقية في مجلس النواب أعفت مدير عام التجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة من مهامه أيضا لأسباب تتعلق بالفساد. وربما الأمر سيطال الوزير في هذا الملف. طيب بالنسبة لمحافظ نينوى ذكرت بأن هناك ملفات فساد وستحال وسيتم المحاسبة عليها، ألم تسائلون مجلس محافظة نينوى لماذا لم يقف على هذا الفساد، لماذا لم يحاسب، لماذا لم يقوم بدوره الرقابي بصورة قانونية متكاملة؟ للأسف هناك الكثير من أعضاء مجلس محافظة نينوى تلقوا رشا من السيد المحافظ ومن الأشخاص المعنيين بملفات الفساد. ومن مدراء بعض الدوائر الذين لهم ميزانيات كبيرة. حتى يستمر الأمر على حاله. ولكل هذه الأسباب مجلس النواب اتجه إلى إنهاء مهمة مجالس المحافظات. لأن في أغلب المحافظات تم التغطية على مفاسد الإدارة بعمليات شراكة بين المجلس المحلي أو مجلس المحافظة وبين المحافظ. طيب لا تؤخذوني على هذا السؤال سيد مشعان، يعني تتوقعون أن هذه الحملة ستشهد اجتثاث الفاسدين من مما ذكرتم، يعني محافظ نينوى وغيره من الوزراء ومن المدراء على المؤسسات، أم هي حملة مؤقتة وتعلمون ماذا أقصد بمؤقتة؟ يعني خليني أكون واضح معك والمشاهدين راح يقولوا ليش. أولا تم اختيار رئيس جديد لمجلس القضاء شباب، يعني قاضي تسلسل في وظيفته بدرجات مختلفة. قناعتي الشخصية أنه لم يعني بعيدا عن كل شبهات الفساد. وعاقد العزم على أن القضاء والقضاة يأخذون دورهم الحقيقي في مواجهة الفاسدين. ثانيا تم استبدال قاضي النزاهة الأول في بغداد بقاضي جديد شاب جيء به من أحد قضاة مكافحة الإرهاب الذي عرف بالشدة والنزاهة وتولى هذا المنصب. جاء برئيس محكمة استئناف الرصافة المعنية في قضايا النزاهة في العراق. وأيضا جاء بقاضي جديد وهو رئيس محكمة التحقيق المركزية في قضايا الإرهاب. نفسه أصبح رئيسا لمحكمة استئناف الرصافة وهي المشرفة على محكمة محاكم الرصافة المعنية بقضايا النزاهة والتي يتبعها القاضي الأول للنزاهة. أي ألاحظ أن هذه التغييرات والتي ما أن حدثت حتى بدأت أما هروب المسؤولين أما إيداعهم في السجن. لأنهم شعروا سابقا كانوا يستطيعوا أن يعقدوا صفقات ويقدموا رشا ويعرفوا بالإجراءات المتخذة بحقهم قبل أن تصدر. الآن بدأوا يؤخذوا غفلة. ولذلك هرب محافظ البصرة وهرب محافظ الأنبار. ولكنني أتمنى أن نتمكن من محافظ نينوى ولا نجعله يهرب. طيب هل هنالك مادة تحاسب، طبعا أقصد بالتحديد من تحاسبهم هم أعضاء مجلس المحافظة الذين قصروا في استجواب والوقوف على القصور الذي يبدر من ديوان المحافظة، وهل هذه المادة إن وجدت ستأخذ مجرى القانوني أم ستقتصر على تجميد العمل فقط؟ للأسف لا توجد حسب معرفتي مادة تحاسب أعضاء مجلس المحافظة عن تقصيرهم بعدم المحاسبة. كما لا توجد مادة تحاسب أعضاء مجلس النواب على عدم القيام بواجبهم بمحاسبة الحكومات المتعاقبة التي أهدرت المال العام ودمرت البلاد وتسببت بكل هذه النكبات التي حلت بنا حتى وصلت داعش إلى أسوار بغداد واحتلت أكثر من ثلث العراق. فلكل هذه الأسباب أعتقد أن محاسبة أعضاء مجلس المحافظة عن التقصير بواجبهم يجب أن تتم من قبل الناخبين. أي أن من انتخبوهم هم الذين يجب أن يحاسبوهم عبر عدم إعادة انتخابهم. ولكن من سيثبت أنه تلقى رشا أو حتى يغطي على مشروع أنا جاهز لأن أتلقى أي وثائق تتعلق بأي كان. وأنا أعلن أمامكم أن صفحة فيسبوك تتلقى أي وثائق تتعلق بالفساد وترحب بها
في جميع المحافظات وأخص منها محافظة نينوى التي تعني لي الكثير ويعني أهتم في هذا الملف، ولذلك أعتبر أن مهمتي القادمة هي كيفية إيقاف مسلسل الفساد في محافظة نينوى والسعي للمجيء بمحافظ يستطيع أن يتحمل مسؤولية إدارتها بشكل صحيح ويكون بمستوى يليق بحجم هذه المحافظة العظيمة بكل معانيها التاريخية. إذن من خلال قناة المصرية سنقول أن السيد مشعل الجبوري من خلال قناة المصرية أعلن بأنه سيقف ويسعى جاهدا لمحاسبة كل فاسد سواء في ديوان محافظة نينوى أو مجلس المحافظة. هذا خبر سيكون من خلال قناتنا. طيب أخيرا سيد مشعل، أنا أتعهد وأي وثائق تصلني عبركم أو عبر الأستاذ غازي فيصل، أي وثائق ستصلني يرسلها لكم أبناء المحافظة أنا أعطي وعد شرف بأني سأتابعها كائنا من كان المشتبه بتورطه بها. ودعونا نتعاون، وأنا أدعو أبناء محافظة نينوى، دعونا نتعاون من أجل مستقبل أفضل، من أجل إعادة الإعمار بعيدا عن الفاسدين، ومن أجل أن نخفف من معاناة أهلنا في مخيمات النزوح أو في الظروف العصيبة التي يعيشوها في داخل مدينة المصر. عضو مجلس النواب سيد مشعل الجبوري، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج استوديو الموصلية. إذن مشاهدينا الكرام، هنالك تطلعات كثيرة لدى أعضاء مجلس النواب من اللجان القانونية وأيضا من لجان النزاهة والرقابية بصورة عامة لمحاسبة كل فاسد. واليوم كما أوضح الأستاذ مشعل الجبوري عضو مجلس النواب، سيكون هو ومن معه في هيئة النزاهة وأيضا من في اللجان القانونية واللجان الرقابية في محاسبة كل مقصر وكل من تلقى رشا مقابل أن يسكت عن الفساد وأن يساعد على استشراء هذا الفساد ويجعل منه حقيقة حاضن كبير للإرهاب ولكل ما يجعل خرقا سواء في معيشة أو أمن أهالي محافظة نينوى. إذن مشاهدينا الكرام مستمرين وإياكم، دعونا ننتقل إلى مادة صورية أخرى نتابعها، وهي الشوالي يتفقد جسر النصر للإطلاع على آلية تنقل الأهالي عبر جانبي الموصل ويوجه بتذليل العقبات التي تواجههم. كونوا معنا. عندنا احنا والاخوان رئيس اركان قياده العمليات والاخ وكيل امر اللواء 75 مقدم اللواء زياره تفقديه الى جسر النصر ولغرض تسهيل مهمه عبور الجانب الايمن الى الايسر والايسر الى الايمن، وهي الغايه الاساسيه من هذه الزياره هو عمليه تنظيم العمل بين الجانبين، وكذلك اصدار تعليمات لاخواننا اللي مسؤولين عن الجسر. المهم اللي عندنا هو انه نسهل عمليه المواطنين ابناء الموصل اللي لديه عمل في الساحل الايسر او عنده زياره للجانب الايمن، ولكن وفق الاجراءات القانونيه والتدقيق الامني. بالتالي هي الغايه النهائيه من هذا الموضوع هو عمليه تقليل العبء على المواطنين اللي موجودين في الموصل. إذن مشاهدينا، شاهدنا وإياكم الشوالي يتفقد جسر النصر للإطلاع على آلية تنقل الأهالي عبر جانبي الموصل ويوجه تذليل العقبات التي تواجههم. طبعا هي قضية إعمار الجسر، أيضا مطالبات أخرى تصب في يعني مصلحة ومطالبات أهالي الموصل، لأنه حقيقة التنقل ما بين الجانبين في الموصل بات صعب. فحقيقة أيضا لنا إن شاء الله وقفة وحديث يطول حول إعمار الجسر. وطبعا هذا كله بالنهاية لا يتم إلا بمحاربة الفساد والمفسدين
من محافظة نينوى أو من غيرها من أجل استمرار العمل لخدمة وإعادة الخدمات إلى أهالي نينوى. إذن مشاهدينا دعونا نتابع أيضا صيادلة نينوى توزع مساعدات إغاثية مقدمة من الشيخ أحمد نايف الجربة على أهالي الحي 17 من تموز بأيمن الموصل، فكونوا معنا. ما يصير على هوية مستنسخة ما يخالف. يلا عسل يلا نشكر الشيخ أحمد نايف الجربة على توزيع المساعدات الإنسانية للنازحين والمنطقة 17 تموز اللي تعاني من نقص الخدمات. نشكر الشيخ أحمد نايف ياسر الجربة على تقديم المساعدات لمنطقة حاول كنيسة 17 تموز. طبعا هذه المنطقة تفتقد إلى المساعدات، يعني المساعدات قليلة حيل بهاي المنطقة. نشكر الشيخ أحمد نايف الجربة على هاي المساعدات حي 17 تموز ساعدنا بيها، واحنا نشكره وممنونين منه. نشكر الشيخ أحمد نايف الجربة لتقديم المساعدات لهاي المنطقة مشرفة الثانية. نشكر الشيخ أحمد نايف الجربة أبو فيصل على تقديم المساعدات لأهله في الجانب الأيمن، ونحن الآن في منطقة مشيرفة، وهذه الأعمال التي يقدمها لأهله ليست الأولى ولا الأخيرة، ونحن متابعين لأعماله ونشكره ونشكر جهود كل من يساعد أهله المستضعفين في الجانب الأيمن، ونشكر جهود الفريق المشترك وقناة الموصلية على هذه الجهود المبذولة. مستمرين بتقديم المساعدات الإغاثية إلى أهلنا في الجانب الأيمن. اليوم قمنا بتوزيع سلات غذائية إلى حي 17 تموز مقدمة من الشيخ أحمد نايف فيصل الجربة بالتعاون مع منظمة صيادلة نينوى الطبية. اليوم وزعنا عدد كبير من السلات الغذائية متنوعة، وإن شاء الله مستمرين بهذه الحملات استمرارا لما قمنا به منذ 10 أشهر منذ بداية تحرير محافظة نينوى وتقديم المساعدات إلى أهلنا في محافظة نينوى المقدمة من قبل الشيخ أحمد نايف الفيصل الجربة إلى أهله في محافظة نينوى، وبعاز منه مباشرة قمنا اليوم بإيصال المساعدات إلى منطقة 17 تموز وتوزيعها على الأهالي بصورة منتظمة وبصحبة العميد كامل من الفريق المشترك. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى الفريق باسم الطائي الذي دائما يسهل لنا عمليات التوزيع. كما ترون قام الشيخ أحمد نايف الجربة بالتوزيع السلة الغذائية تزن حوالي 40 كيلو مواد غذائية أساسية للنازح لمدة شهر لعائلة كاملة،
وكما تشوفون انتم التوزيع هاي مولي اول مره. الشيخ بدا من الجانب الايسر بالمناطق كلها قام يوزع نفس هاي السله اللي موجوده. واحنا نشكر الشيخ احمد نايف الجربه على هذه المبادره، الاهل وناسه بالموصل على هذه المبادره. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم منظمة صيدلتنا وقد وزعت مساعدات إغاثية مقدمة من الشيخ أحمد نايف الجربة على أهالي الحي 17 من تموز بأيمن الموصل. طبعا بالتأكيد هذه المبادرات دور كبير حقيقة في استمرار عجلة الحياة في أيمن الموصل، وحقيقة نتمنى هذه المبادرات ليست فقط من الجهات الخيرية والجهات المدنية، بل أيضا على الجهات الحكومية أن تقف وقفة جادة حيال هذا الموضوع. فحقيقة قبل كم يوم عندما تلقينا خبر بمعدل وفيات يحدث في إحدى المخيمات بسبب النقص الحاد في الطعام وفي الغذاء. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا في حلقتنا النائب عن محافظة نينوى الأستاذ محمد نوري عبد ربا. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا ومرحبا بكم. حياك الله. ما رأيك في توجه عدد من النواب نحو تجميد عمل مجالس المحافظات، وهل سينجح البرلمان في تمرير هذا القرار؟ تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام ولكادر قناة الموصلية. حياك الله. أكيد يعني وفق القانون مجالس المحافظات انتهت منذ شهر نيسان الماضي أي قبل حوالي 4 أشهر، هذا وفق القانون والدستور باعتبار أن المدة الزمنية على عمل مجالس المحافظات هو 4 سنوات، وانتهت هذه ال4 سنوات. للأسف الشديد أنه توافق الكتل السياسية في بعض الأحيان يعني يقفز على الدستور ويقفز على القانون. لذلك تم جمع ما يقارب 200 توقيع من أعضاء مجلس النواب على إيقاف عمل مجالس المحافظات باعتبار اليوم المجالس هي غير فعالة بشكل كبير، وهناك مشاكل حدثت في كثير من المحافظات، وهناك مساومات حصلت من قسم من مجالس المحافظات تجاه إقالة قسم من المحافظين في حال جمع توقيع الاستجواب ومن ثم العدول عن هذا استجواب، وهكذا من المشاكل الأخرى. فلذلك هو العمل بأمانة يعني غير مجدي، ولذلك هناك اتفاق بين أغلب الكتل السياسية اللي موجودة في البرلمان العراقي على إيقاف أو تجميد عمل مجالس المحافظات خلال المرحلة القادمة لحين إجراء الانتخابات في عام 2018 في الشهر الرابع. وأعتقد جلسة يوم غد أو بعده ستشهد هذا الموضوع، وتم مناقشة هذا الموضوع خلال الجلسة السابقة في مجلس النواب، وكان طرح أكثر من موضوع فيما يخص تحديدا إيقاف عمل مجالس المحافظات. أي طرح أكثر من طريقة. الطريقة الأولى هي هل تصوتون على تمديد عمل مجالس المحافظات، وكانت النتيجة بلا، لا نوافق على التمديد. طيب. فكانت هناك طريقة أخرى أيضا طرحت من رئاسة المجلس، هل توافقون على تمديد عمل مجالس المحافظات لحين إجراء الانتخابات؟ أيضا كانت الجواب لا. هل توافقون على أكثر من قرار كان موجود، لكن كلها لغيت، بقى فقط القرار الأخير اللي هو أو المقترح الأخير اللي هو إيقاف عمل مجالس المحافظات. فهذا يعني مبدئيا الأمور ماشية بإيقاف عمل مجالس المحافظات، لأن أنت موافقت على 3 مقترحات. إذن المقترح الرابع هو اللي راح يمشي، وهو مقترح إيقاف عمل مجالس المحافظات. طيب ما هي المصلحة العامة يعني وراء التجميد هذا؟ وأيضا سؤال آخر، كيف سيتم مراقبة عمل المحافظين في حين تم تجميد السلطة الرقابية لا وهي يعني مجلس المحافظة؟ يعني أنا أسألك سؤال، إحنا عندنا 18 محافظة أو 15 محافظة هي خاضعة لنظام النظام البرلماني ونظام مجالس المحافظات. أعطيني محافظة واحدة أو محافظتين عملت بشكل رقابي حقيقي وتم إحالة المحافظ أو السلطة التنفيذية إلى القضاء وإلى ملفات النزاع. تجمع الكتل السياسية بعض الملفات على المحافظ، ومن ثم تبدأ المساومة على المحافظ. تدفع لنا لو نفتح عليك ملفات، تدفع لنا لو نستجوبك، وهكذا. هذا العمل اللي حصل بها في الفترات الأخيرة. لذلك يعني ما أكو فائدة اليوم المجالس، هي قد تكون مشكلة
يعني انت راح تجيك مراحل اعمار، راح تجيك اتفاقيات مع دول، راح تجيك فاكو ناس متحضره يعني بس حتى تتفق مع شركات معينه، تتفق مع اجهزه معينه، تتفق شلون تاخذ الشغل بالمكان الفلاني او شغله بالمكان الفلاني. لذلك يعني انا اعتقد ما في الوقت الحاضر احنا مو بحاجه الى مجالس محافظات وقتيه، وانا في رايي حتى البرلمان هو غير فعال بالمستوى الكافي. موضوع الرقابه ستتحول الرقابه باعتبار مجلس النواب هو مراقب على مجلس المحافظه، فبتتحول الرقابه من مجلس المحافظه الى مجلس النواب باعتبار هو العام القيد الخاص. ولذلك ستكون الرقابه من مجلس النواب على عمل المحافظه محافظين وعلى عمل السلطه التنفيذيه في المحافظات، ومن حق البرلمان ان يقيل، ومن حق البرلمان ان يعين، ومن حق البرلمان ان يراقب اداء السلطه التنفيذيه. نعم. طيب ما بعد قرار تجميد مجلس محافظه نينوى ربما هل سنشهد اقاله المحافظ من قبل البرلمان، وايضا ما هي الخيارات المتوقعه لاداره نينوى؟ يعني هل نحن امام تعيين حاكم عسكري ربما كما يطلب البعض؟ لا، هو موضوع تعيين الحاكم العسكري يعني اذا تسالني كوجه النظر الشخصيه قد اكون اتفق مع هذا الطرح. طيب لكن واقع الحال هل 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 من الممكن؟ انا اقول لك من غير الممكن تعيين حاكم عسكري، لانه انت عينت حاكم عسكري بمعنى ذهبت الى الاحكام العرفيه، ذهبت الى تجميد القانون، ذهبت الى حاله الطوارئ، وهكذا تسحب امور كثيره على تعيين الحاكم. نعم. الناحيه الاخرى ايضا لن يكون هناك توافق سياسي بين الكتل السياسيه جميعا على هذا الموضوع. نتمنى ان يكون فعلا هناك حاكم عسكري، نتمنى ان يكون هناك اداره قويه في محافظه دينا، ولكن للاسف الشديد لا كل ما يتمناه المرء يدركه، تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. واليوم الوضع يختلف، يعني مو مثل ما انا اريد او انت تريد هو راح يتحقق، هناك ارادات سياسيه، هناك كثير من الامور اللي تحكم محافظه دينا، ولذلك علينا ان نبحث عن بدائل اخرى، والبدائل الاخرى هي ان من الممكن ان ادمج بين شخصيه تجمع بين عملين، عمل عسكري وعمل اداري في نفس الوقت وعمل مهني. ومن الممكن ابنائنا وكثيرين فيهم من الكفاءات الكثر اللي قادرين ان يستلموا الملف الامني اضافه الى الملف الاداري، وشاهدنا معقدة الجيش العراقي في اثناء عمليات التحرير. هم قادوا المعارك وبنفس الوقت قادوا عمليات الانسانيه وقادوا عمليات التنظيف واخلاء النازحين وكثير من الامور. طيب. لذلك ليس من الصعب ان نجمع بين 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 مهنيتين في شخص واحد. هذا من ناحيه المحافظ اذا كان عسكري او كان غير عسكري. طيب. ما اعرف سؤالك كان الشطر الاخر. نعم، انا سالتكم انه هل سنشهد ايضا اقاله للمحافظ من قبل البرلمان اي محافظ نينوى؟ نحن نتكلم بقانون، نتكلم بادله، لا نتكلم باتهامات، مجرد اتهامات. لدينا من الملفات التي من المخالفات الاداريه، من المخالفات الماليه، من المخالفات، كثير من المخالفات لدينا ولدي شخصيا انا هذه الملفات. وبدات في حاله قسم منها الى هيئه النزاهه هذه الملفات. وان شاء الله بعد اكمال هذه الملفات واحالتها الى هيئه النزاهه سنخرج من خلال قناتكم وسنعرض كل وثيقه بكتابها الرسمي، بتاريخها، بمواد اللي بيها، بالمبالغ المصروفة، بالجهة التي صرفت هذه المبالغ، بالمستفيدين، من هي الشركات المستفيدة، لأنه في غالبية الأمور هناك يعني عروض شكلية لبعض الشركات، وهناك شركات لا تتعدى 3 أو 4 شركات هي من تتعامل في المحافظة، وهناك بعض الأشخاص. وبالمناسبة يعني حتى من الممكن أنه نذهب باتجاه أصحاب الشركات، يعني مو فقط أنه يتم محاسبة السلطة التنفيذية، لا، نذهب باتجاه الشركة اللي تتعامل مع السلطة التنفيذية ما تأخذ مقاولة معينة وتقوم بدفع مبالغ رشوة، يعني صريح العبارة تدفع رشوة حتى تأخذ هذه المقاولة. لذلك لدينا عمل كثير، يفترض أنه يكون هناك عمل حقيقي من أجل نينوى ومن أجل العراق في الدرجة الأساس ومن أجل نينوى بشكل خاص. يفترض أن نتخلى عن كل المسميات الحزبيه والمسميات القوميه، ونتوجه يعني دعونا نعمل لسنه واحده كنواب كاعضاء برلمان، نعمل لسنه واحده من اجل نينوى، نعمل بجد ومحاسبه الفاسدين، لانه الفاسدين هم ليسوا اقل ضررا من داعش. داعش من الممكن ان تحاربها في العلن، لكن الفساد من الصعب ان تحاربه، لانه
في بعض الأحيان الفاسدين متمرسين في عملية الفساد يأتون بعمل قانوني ضمن القانون، يأتونك بعمل قانوني حالة تقديم عروض من الشركات، فتأتي من الناحية القانونية العمل ما بيخلق قانون، لكن من الناحية الواقعية أيضا لازم يكون لنا دور، لازم نتعامل على أساس الواقع. يعني إحنا مو كل شيء قانوني بمعنى صح، هناك من القانون أيضا مخل، يعني مخل بالشروط ومخل وقد يضر في بعض الأحيان في مصلحة المجتمع. يعني عندما أنا أحيل مقاولة ضمن القانون، القانون شنو هو؟ تقدمت للشركات لكن بمبلغ طائل، قد ينفذ هذا المشروع من قبل شركات أخرى أكثر بنصف المبلغ أو ثلاثة أرباع المبلغ، إذن هنا الفساد واضح. لذلك لدينا من الملفات الكثر، ولدى زملاء آخرين أيضا ملفات يعملون عليها الآن، وستتحكم بحق هذه الملفات إلى هيئة النزاهة، وستكون المحكمة هي صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الموضوع. نعم سيد محمد، بما أنه لديكم ملفات، يعني إذن لديكم أو هل لديكم يعني إحصائية حول المبالغ التي تسلمتها محافظة نينوى من الوزارة الحكومية ومن مساعدات الدول المانحة ومن المنظمات الدولية، وأيضا أين صرفت هذه المبالغ؟ يعني من ناحية المبالغ، هناك مبالغ طائلة بصراحة صرفت لمحافظة نينوى، نعم، سواء التشغيلية، إيواء النازحين، من وزارة الهجرة، من وزارة المالية، كثير من المبالغ هناك مصروفة. لدينا بعض الأرقام قسم من عندها، مثلاً في وزارة على ما أعتقد من وزارة المالية هناك مبلغ 25 مليار، من وزارة الهجرة 39 مليار ومبلغ آخر، مبالغ أخرى موجودة أيضاً فيما يخص الدعم، دعم محافظة نينوى. اليوم ما نتكلم عن العمل في محافظة نينوى، وهذا العمل ليس للمحافظة، في بعض الأحيان يروح المواطن، يعني أكو منظمات دولية تعمل في محافظة نينوى، مثل المشاريع المياه أكو منظمات دولية تعمل أمم المتحدة، في موضوع تنظيف الشوارع هناك منظمة دولية أيضا الأمم المتحدة هي اللي تساعد. فهذا العمل اللي موجود في الجانب الأيسر أو الأيمن هو ليس جهد المحافظة فقط، يعني المبالغ اللي موجودة في المحافظة نعم تكفي للقيام مثل هكذا جهد، لكن للأسف الشديد الفساد اللي موجود في هذا العمل ما راح يخلي الشغل يصير بصوره صحيحه. يعني انا اتكلمك عن قسم بعض الامور، يعني تيجي موضوع السله الغذائيه، ارقام مخيفه من السله الغذائيه، على اساس انها موزعه على ابناء محافظه نينوى، للاسف الشديد يجوز 10% او 15% لما يستلمين هذه السله الغذائيه، وهي مصروفه لكل ابناء محافظه نينوى. وانا لك بعدين ممكن اتكلم بتفاصيل كثيره، يعني خلال لقاء خاص يكون في هذه المرحلة. إن شاء الله. إن شاء الله. من ناحية العملية، من ناحية العمل على الأرض، يعني المخيمات التي تبنى، هل من المنطق اليوم أنه أنت تأخذ مخيم ومجرد أن تعدل الأرضية، أرضية المخيم وتسوي بالشوارع وتنصب الخيم، أنت ما تشتريها، تنصب الخيم، الخيم تلفتها يطلع 1,300,000 دينار، خلي أهل الموصل يسمعون شوي، الخيم مجرد تنصبها والشوارع عدلها، الخيمة كلفة الخيمة الواحدة 1,300,000 دينار. طبعا هذا ما هو شريف نهائي، يعني تجيب الخيمة على ما تعدل الشارع وتنصب الخيمة تجيب لك عمال، عمي لو تجيب أهل الموصل كلهم تفزعهم، أنا مسؤول عن كلام فزعة عرب، لو تجيب أهل الموصل تفزعهم وكلهم عندهم استعداد أنه يفزعون، والله المخيمة فلا تصرف عليها 10 دينار. وأنا أقول والله صادق في كلامي، لأنه أكو ناس تشتغل تقدم خدمة لهذا الموصل، وأكو ناس بالمقابل تحتاج على ظلم وإهانة أهالي الموصل حتى تستفاد فيه. ليش هي المخيمات مو إهانة؟ ليش هي المرأة من تطلع تروح تقف على ما تستعملها سلة غذائية مو إهانة؟ ليش هو الرجال الكبير اللي عاف بيته وعاف العز اللي كان عايش بيه وجع المخيم في سبيل حتى ينتظر شوكة المحافظة أو السلطة التنفيذية الحكومة المركزية حتى تيجي تنطي سلة غذائية، وهذا طلع من بيته على هذا الأساس، طلع حتى الناس تحترمه، لكن للأسف الشديد ماكو احترام لهذا المواطن، لأن البقية ملتهين يدوبون بس فقط هم السرقة، ما هم شلون يحترم المواطن، مو هم شلون يعز هذا المواطن، مو هم شلون يوصل رسالة إلى أنه هو خدمي وجاي يخدم هذا المواطن، لا هو جاي بباطة وبرباطة بالعطر ماله صاع السيارات 2017، وهاي الناس نايمة بالشول بالنهار الحر، وبالليل البق سيد محمد، في حال يعني حقيقة يعني تم تجميد عمل مجالس المحافظات وتم إحالة الملفات التي لديكم إلى النزاهة ومن ثم القضاء وأخذت مجرها القانوني، سيتم بالتأكيد المجيء بأشخاص جدد ليمثلوا المشهد السياسي في المحافظات، هل ستوضع أطر وضوابط قانونية جديدة
في تسليم الأموال إلى المحافظات من أجل صرفها بشكل قانوني وصحيح على المحافظة؟ أكيد طبعاً بهذه الحالة راح تكون هناك تشكل من الحكومة المركزية وتكون هناك أيضاً لجنة من البرلمان على إدارة ومراقبة هذا العمل. بالمناسبة مع أن تكون هناك شركات أجنبية، مع جل احترامي للشركات العراقية، لكن اليوم أنا بحاجة إلى شركات أجنبية هي التي تقوم بالعمل في محافظة نينوى، لأن نحتاج إلى عمل كثير، نحتاج إلى جسور، نحتاج إلى أنفاق، نحتاج إلى شوارع خدمية، نحتاج إلى شوارع يعني دائرة يدور الموصل، خلنا نقول تكون يعني على شكل دائرة، شوارع تخفف الازدحام والزخم اللي موجود داخل المدينة. لذلك اليوم أنا أحتاج إلى شركات أجنبية هي التي تعمل هذه الخدمات. بالمقابل هذه الشركات الأجنبية هناك نظام موجود الآن في صندوق أعمار المناطق المحررة، البنك الدولي، هناك من الدول من هي التي تراقب عمل الشركات وهي التي تحدد النسبة نسبة الإنجاز. يعني إذا أنجزت الشركة 20% تشرف هذه الدولة على نسبة 20% وتشوف إذا كانت منجزة بشكل صحيح وفعال تقوم بصرف نسبة 20% ومن ثم تكمل العمل. أما إذا شافت العمل غير منجز لا تقوم بصرف. لذلك نحن مع أن تكون هناك رقابة أيضا دولية من الدول المانحة أن تكون هي هذه الدول مراقبة لمشاريعها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يجب أن يكون لدينا كمواطنين عراقيين رأي رأي أنه أي شخص فاسد ويهرب خارج العراق يجب أن تتحمل الكتلة السياسية التابعة لها هذا الشخص المسؤولية. يعني اليوم أنا أجي أبوق الأموال العراقية اللي موجودة في محافظة أو في وزارة ومن يصير علي إجراء كذا مثل ما حصل مع ماجد النصران المحافظة البصرة، محافظة قدم استقالة وفلة طلع لإيران، شنو الفائدة من صدر أمر قبض عليه؟ تحاسب الكتلة اللي تابع لها هذا المحافظ، محافظ الفلاني، الوزير الفلاني، الوزير العام الفلاني. يفترض من يتبنى هؤلاء الفاسدين يحاسب أيضا شأنه شأن هؤلاء الفاسدين. اليوم يعني كما أسلفت لك يجب أن نحارب الفساد كما حاربنا داعش، بل من الضرورة ومن ضرورة قصوى ومن الواجب ومن الشرع أن نحارب الفاسد، لأنه إذا ما حاربناهم ما راح لا نقدر نعمر، لا راح نقدر نبلط شوارع، لا راح نقدر نبني جسور، لا راح نقدر نسوي مطارات نهائي. ولذلك علينا جميعا أن نعمل بهذا الاتجاه. فأنا أعود وأقول لك أنا مع المراقبة، مراقبة الدولة المانحة لمشاريعها لهذه المشاريع مع رقابة البرلمان ورقابة السلطة التنفيذية في الحكومة المركزية. إذن هذه الحملات لمكافحة الفساد نتوقع أو هل تتوقع أنها ستطال جميع الفاسدين اليوم سواء في الحكومات المركزية أو الموجودة والمحلية في المحافظات؟ يعني في وجهة نظري إذا ما استمر الأمر بهذه الطريقة وبهذا المنوال لن يفلت أحد من هذه من هذا العقاب. كما تعلمون كنا نسمع دائما أحيل فلان إلى المحكمة، بعد يومين ثلاثة تم إطلاق صراحة، أحيل فلان. لكن أنا أعتقد بدأ القضاء اختلف عن السابق، يعني بدأ يصدر أوامر بإلقاء القبض، يصدر أوامر بالحكم، يصدر أوامر تصديق الحكم، كثير من الأوامر القضائية التي صدرت، وهذا دليل على أن القضاء بدأ يقوى بشكل كبير. وهذه نقلة نوعية إذا صح التعبير، نقلة نوعية في القضاء العراقي. إذن اليوم القضاء لا سلطان عليه، خلاص يعني أنت من تروح دعوة إلى القضاء بمجرياته القضاء راح يحكم بهذه المجريات. إذن ماكو تأثير بعد لا علاقات حزبية ولا أموال تصرف حتى تغلق هذه الدعاوى. فأنا أعتقد بوجهة نظري الشخصية أنه الأمور تسير بالاتجاه الصحيح إذا ما استمرت على نفس المنوال اللي بدأت به يعني منذ فترة. إذا ما استمرت من الممكن أن تحيل كثير من الشخوص الشخصيات اللي موجودة سواء في الحكومات المحلية أو في الحكومة المركزية، ومن أصحاب الأموال من سراق المال العام تحيلهم للقضاء ويتم محاكمتهم. يعني أنا قبل فترة سمعت أحد المسؤولين أنه هناك دعوة عليه وأبدى استعدادا لتطفية الديون بمبلغ ما يقارب 26 مليار دينار عراقي، عنده استعداد أن يطفي هذه
هذا المبلغ نعم. باعتبار أنه هذه الدعوة مشمولة بالعفو. فطامة كبرى إذا كان مسؤول عنده 26 مليار مين هذا جاب من بيت أبوه من بيت الخلفة حتى يرضى فيهم؟ يعني أنا أعتقد سمعت وتحديدا يمكن محافظ الأنبار صار هذا الكلام. منين له هذا المبلغ؟ هيش مبلغ 26 مليار أو أي محافظة آخر؟ منين له 10 مليارات و20 مليار؟ هو يجوز يعني أملاك أهله، أملاك جدة، أملاك. فالمشكلة ما عندنا حساب يعني لهذه المواضيع، ما عندنا متابعة للأموال اللي موجودة عند المسؤولين. يعني يفترض أنا من أكون مسؤول أجي أقدم كشف الذمة المالية اللي عندي، أنا عندي هالقد بيوت، هالقد سيارات، هالقد فلوس، بعد سنة زادت أقول زادت بفلان سبب، بعد سنة نقصت أقول نقصت لكن اليوم ماكو يعني حتى إذا أريد أحكي لك على حكومتين والمحلية كارثة. ناس ما عندها كل شيء اليوم صارت تملك. ناس ما كانت تركب سيارات اليوم قامت تركب سيارات. وكثير منين هذا؟ هذا كله من أموال الناس، أموال هؤلاء. طيب لماذا يعني لماذا أنتم كجهة تشريعية لا تقومون بتشريع هكذا قانون أنه يقر على كل مسؤول أن يقوم بكشف لذممه المالية في بين فترة وأخرى؟ لا لا، موجود هذا التشريع، موجود هذا القانون. يعني طيب لماذا لا يعمل بهذا؟ نعم بس بالضبط من الذي يعمل به؟ هو لأنه ماكو عقوبة لمن لا يعمل به. لو أكو عقوبة لمن لا يعمل به راح تشاهد إيش قد أكو ناس تتعاقب. لكن لأنه ما موجود أصلاً يعني عقوبة، يعني اليوم من الشرع تقول كل مسؤول في بداية كل سنة خلال مدة شهرين، شهر الواحد والثاني، يجب أن يقدم الذمة المالية له، وبعد الشهرين مثلاً يتنزل درجة أو يعاقب بلفت نظر أو تشوف مو كلها تروح تقدم الذمه الماليه مالتها كلها بدون استثناء. لكن لان ماكو عقوبه للفعل فلذلك الكل مستراح. انا مقدم مثلا قدمت 2015 16 17، اكو غيري قدم 14 15، اكو غيري قدم 12 من زمان هكذا. يعني تقدم الذمه الماليه اللي عندك، شنو هي الاموال اللي عندك؟ مو عيب انت عندك املاك او ما عندك، ما بيفرق شيء. مو معيب هذا الشيء اذا تكون عندك املاك او ما عندك، المعيب انه تبوك من اموال هؤلاء الفقراء. هؤلاء النازحين اللي عايشين بالخيام، هي هذا المعيب. المعيب انه راح تبقى طول عمرك عار، يقولون هذا فلان اللي باق اموال النازحين في يوم من الايام، واللي ساوم النازحين وساوم العالم اهله وناسه ساومهم وباق اموالهم، وهذا المعيب وهذا العار اللي راح يصير. نعم. النائب عن محافظة نينوى محمد نوري عبد ربه، شكرا جزيلا لانضمامك الينا والحديث حول هذه التفاصيل والايضاحات بخصوص تجميد عمل مجالس المحافظات وجعل الجهة الرقابية على ديوان المحافظة مباشرة من المجلس النواب، أو تحديدا النواب في المجلس الذين هم ينتمون إلى تلك المحافظات، حيث يكونون هم الجهة الرقابية والمسؤولة عن إقالة وتعيين المحافظ في هذه الفترة، طبعا لحين إجراء الانتخابات للمحافظات أو للحكومات المحلية في المحافظات. إذن مشاهدينا مستمرين وإياكم بعد فاصل قصير ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا لنتابع وإياكم، شباب الموصل ينظمون احتفالية بمناسبة تمرير المدينة من داعش أو تحرير المدينة من داعش عفوا، وللتأكيد على أهمية دورهم في إعادة الاستقرار، كونوا معنا. مهرجاننا الأول، البدايات تكون دائما متعثرة لكنها مجرد بداية وهي مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان الشباب في مدينة الموصل بمناسبة يوم الشباب العالمي هي رسالة يمكن تكون من الرسالات الأولى التي يطلقها شباب مدنيون الموصل بعد تحريرها من رجس تنظيم داعش. الجامع والكنيسة قوم محمد وقوم عيسى. يبكي صديقي واستاذي وشريكي في هذا الوطن عماد صبيح. إخوة العراقيين الذين تقفون على هذه الأرض
في هذه اللحظة التاريخية الكبيرة، فكونوا خير مثال لأجيال خلفتها جعلوا من المستحيل حقيقة، أجل حقيقة، وهذا هو ديننا. والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ودمتم للموصل الحباء. نحن شعب لا يموت، نحن كالشجر، كالأرض التي ترتوي من دجلته فتتفجر السنابل بدواخلنا. نحن الشباب أصل الأدب والجمال. لما بدت عملية التحرير أكلوا رأسنا بقضية ما بعد داعش، الخطر ما بعد داعش، هذا هو ما بعد داعش. ما بعد داعش الوحدة والوئام والمحبة والمصالحة والتصالح ودماء العراق. لستم بعيدين عن المشهد العراقي ولستم بعيدين عن المشهد الموصلي، أنتم جزء من هذا المشهد. عليتم ما سنذكره وتحدياتنا تحدياتكم. أولا بالبداية أشكر قناة الموصلية، أشكرها للسنوات الماضية اللي كنا إحنا تحت حصار داعش وكانت ترفدنا بالمعلومات اليومية، كانت لحظة الأخبار هي لحظة السعادة لكل العائلة الموصلية. أنا جئت من الأيمن، تحررت قبل مدة وجيزة، يعني أنقل لك أشياء كثيرة كثيرة عن قناة الموصلية. يكفي أن يظهر خطيب من خطباء داعش على المنبر ليعيرنا بأننا نسمع الموصلية أو نتابع الموصلية، هذا انتصار لقناة الموصلية، يعني شكرا جزيلا لها، أكرر الشكر. التحديات اللي تواجه شبابنا اليوم تحديات كثيرة، يعني يمكن الآن أنا فرحان جدا بهذا الكرنفال الجميل، أول كرنفال في مدينة الموصل، الاحتفال بيوم الشباب العالمي، لكن حزين جدا مو فقط هذول شباب الموصل، الأعداد أكبر، احنا نريد نسحب الكل، ريد يجي شباب الموصل الكل، يجي من الأيمن، يجي من الأيسر، يجي من أطراف الموصل. من يصير يوم الشباب العالمي ما يظل مكان بالموصل، تنترس الفنادق إن شاء الله، من ترجع تمتلئ الساحات، ما يظل مكان، نبحث عن مكان حتى نعقد هذه الاحتفالية الجميلة. هو يوم الشباب ينبغي أن يكون الاحتفال أهلا بهذا اليوم. أكيد الآن يعني هذه فرحة كبيرة بأنه بعد هالسنوات هذه تبدأ كرنفالات، تبدأ النشاطات. هذا اللوجو كان في فترة من الفترات يعني حلم أنه نرجع نمسك هذا اللوجو، هذا فشيء الآن فد إنجاز جميل جدا للإعلام الموصلي، للإعلام العراقي على وجه العموم. احنا عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى هو بناء الشاب العراقي أو المصلاوي من جديد، لأنه 3 سنوات من مرحلة داعش الأسود وفكر المتطرف رح يصير عندنا شوية عرقلة بهالموضوع هذا. احنا لازم نخلي حلول للمواضيع هاي. بالنسبة للحلول، الحلول موجودة، احنا كاتحاد صحفيين عراقيين فرعنا ينوى أوجدنا الحلول من خلال مشاريع تشغيلية عندنا، طبعا هسه راح نقوم بها تشغيل الشباب، إقامة ندوات دورات، وأيضا عدنا حاليا نقيم نأخذ قوافل إلى كردستان، إلى دهوك، إلى الجنوب، يعني راح ننظمها إن شاء الله قريبا كسفرات سياحية. أولا خلينا نقول يعني تكون كنقاها للشاب، ثانيا لمواكبة التطور اللي موجود أيضا وتخليصها من الأفكار اللي خلينا نقول خلاها داعش براسه. هاي إن شاء الله مبادرة قريبا راح نعلم بها اتحاد الصحفيين. اليوم حضرنا هذا المهرجان نعطي فكرة أو نعطي صورة للمحافظات الباقية أن مدينة الموصل عائدة وبقوة، مدينة الموصل أفضل من قبل إن شاء الله. أنت مثل ما شفت حضرتك صورت كاميراتكم هذا المهرجان، إن شاء الله هو هذا الأول لكن تليه بعد مهرجانات أخرى. مجلسنا اللي تأسس مدينة شباب نينوى ب 18 نقطة تخص يعني مدينة الموصل، من إعمار ما بعد إعمار مدينة الموصل، مثل هذه المهرجانات، مثل كيفية معالجة عوائل الدواعش، يعني كيفية تعرف أنت أطفال نساء موجودين، وإحنا كنا معارضين إنه يخلونهم داخل مخيمات، تعرف أنت من يجمعون داخل مخيمات ممكن كل شيء يصير. بالنسبة لنا متطوعين شبابيين جينا نحضر هذا المهرجان لأن أول مهرجان يتم تنظيمه داخل للموصل، وأكيد هاي فرصة لجميع الفرق التطوعية أنه تجتمع وتعبر عن رأيها وتنطي الأفكار المستقبلية اللي عن خلالها حتنهض الموصل. نحن الجيل اللي المفروض يعني نساعد بنهضة الموصل. رجعت بالسلام الموصل الحدباء، وقالوا كثير ماتت نينوى أم الحوت، هايمنا وأبونا وللعراق الغاس، إذا ماتت نينوى كل العراق يموت غدره وحقد داعش موصلانه، غدره وحقد داعش موصلانه.
قطعه وصل عني الموصل انا عراقي ودمي فاير موصل انا ابن ام الرماح الموصليه. إذن مشاهدينا الكرام تابعنا وإياكم شباب الموصل أقاموا احتفالا بمناسبة تحرير الموصل من داعش الإرهابي ويؤكدون خلال الاحتفال دورهم في إعادة الاستقرار والأمن والحياة إلى مدينة الموصل. بالتأكيد اليوم يعني هذه القضية معروفة بأنه دائما هم الشباب في كل مكان هم الأمل وأيضا هم العمل الحقيقي الذي يجري لسير مدنهم أو أماكنهم إلى اتجاه معين. فحقيقة كان الشباب يسيرون أو يفكرون أو يتطبعون بصور سلبية حاشا شبابنا من أهل مصر والعراق بصورة عامة كمثال، فبالتأكيد سيكون المجرى سلبي، أما العكس فسيكون بمجرى إيجابي. فحقيقة اليوم وقوف الشباب وتأكيد نفسهم على دورهم في إعادة الاستقرار والحياة إلى مدينة الموصل شيء مهم جدا. أيضا قضية مكافحة الفساد، أيضا قضية الانتخاب، أيضا قضية التمثيل من يمثل المحافظة في سواء البرلمان أو في الحكومة المحلية، أيضا هنالك دور للشباب في تعيين هذا الشخص. فحقيقة يعني أيام الانتخابات قادمة وستظهر وجوه أخرى أو لربما حتى الوجوه نفسها تعاد للترشح مرة أخرى للانتخابات، فهنا يأتي الدور على الشباب في تثقيف الشعب الموصلي أو الشعب نينوى أو الشعب العراقي بصورة عامة، كل يعني كل شاب أو كل مجموعة شباب مسؤولين عن محافظتهم ومنطقتهم في تثقيف المجتمع والشعب من يختارون وكيف يختاروا ولا ينغرون بوعود أو كلام المعسول اللي يحاول من خلاله أن يصنع سلم على ظهور الفقراء والمساكين والمهمشين للصعود إلى الحكم وإلى التصدي للمشهد السياسي ومن ثم يسيل لعبة على الأموال التي تصرف في إلى حقوق هؤلاء المواطنين، فبالتالي يكون غاصبا لحقهم وبنفس الكرة تعاد لربما لا سمح الله ونفس الدائرة ندور بها مرة أخرى وبنفس الفلك ندور بأن هنالك فاسدين ويجب محاربتهم. فهي المهلة التي أعطيت للحكم بالنسبة لهؤلاء المفسدين قد أوشكت على الانتهاء، فعلينا أن لا نعيد كرة أخرى ونبقى على مدى 4 سنوات نعاني من شيء ومن آخر وننتظر انتهاء هذه ال4 سنوات ولربما نعود مرة أخرى لانتخابهم. فيجب على الشباب اليوم أن يقفون وقفة في تثقيف الشعب في مدنهم وفي مناطقهم وفي محافظاتهم من سيختارون وكيف سيختاروا وكيف يختبروا وكيف يجعلونه فعلا ينفذ لوعود التي يطلقها للأهالي وللشباب من أجل أن يكون متصديا للعملية السياسية ولخدمة أهالي محافظة. مشاهدينا دعونا نتابع أيضا وإياكم مادة صورية أخرى لمؤسسة فون جروب حيث تعتزم إنشاء قرية الرحمة للأيتام تستوعب 5000 طفل بمدينة الموصل. بالحقيقة هذه المؤسسة طرحت فكرة إنشاء قرية الرحمة للأطفال اليتامى للذين فقدوا ذويهم بعدد 5000 شخص. تقوم هذه القرية بتربيتهم
علميا، ثقافيا، أدبيا، فنيا، جغرافيا، تاريخيا، بكل الاختصاصات والمجالات، وتفتح لهم مرش. بالحقيقة المؤسسة مشكورة على كل جهد تبذله، وهذا التجمع الجماهيري الذي رأينا فيه حضور مختلف الطوائف، مختلف الثقافات، مختلف المستويات، يوحي إلى أنه الموصل بخير، وأن الموصل ولادة بأهلها، وتستحق الموصل أن نكون جزءا ممن يأتون لخدمتها. وشكرا لكل الحاضرين، وشكرا لقناة الموصلية الغراء على دائما سرعة استجابتها لهكذا تجمعات وهكذا ندوات. مؤسسة فون جروب تقدم على مشروع، وهذا المشروع مشروع إنساني للأطفال الأيتامة للعوائل المنكوبة، فاستضافوني وأنا قدمت لهم اقتراحات، وإن شاء الله يأخذوا بعين الاعتبار هذه الاقتراحات، أنه يعني هاي قرية تعتبر مؤسسة حاضنة لهؤلاء الذي فقدوا عوائلهم بالكامل وليس لهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فهاي القرية تبني لهم مؤسسة كبيرة تحتاج إلى دعم من كل خير، من كل إنسان، بغض النظر عن دينه، عن قوميته، عن مذهبه، أنها هؤلاء الأطفال أطفال يجب على الجميع أن ينظر إليهم بعين الرحمة. أشكر قناة الموصلية على هذا الحضور، وأشكر إدارتها اللي قدرت من خلال هذه التغطية أن تتجنب ما وقعت بين وبقية القنوات الفضائية اللي ارتبطت بأحزاب وأجندات ربما تتحمل إلى حد ما المسؤولية عن ما جرى للموصل. كانت حقيقة الموصلية منحازة للشعب. بعد هذا الشكر أقول مؤسستنا اللي جددنا إجازتها في 31/7 وتم تصديقها من قبل بغداد، أشرنا التحضير لمشاريعنا الخاصة بالموصل، وحتى لا يكون إعمارنا إعمار مسيس وغير منزه اخترنا تأسيس قرية الرحمة في طريق الموازي لمنطقة الشلالات، مساحة كبيرة جدا راح نأوي في هذه القرية أكثر من 4000 طفل يتيم وشارد بتمويل 65 مليون دولار، وراح بالإضافة للأطفال هناك أرامل أصبحوا بلا عوائل أيضا راح نشملهم بدخول هذه القرية ورعايتهم. البرنامج اللي هيئناه لهذول الأطفال هو معالجة الصدمة القوية اللي مروا بها ومحاولة تربيتهم ورعايتهم وتأهيلهم مهنيا. هذه الثمرة تنعكس على أهل الموصل، لأنه بهذه الظروف راحت مثل ما يقول البناء، راح الإنسان انهدم عقله، واللي تأثروا أكثر هم هذول الناس المشرجين الأطفال اللي نتمنى أنه نقدر نجمعهم بهذه القرية النموذجية ونبنيهم بناء جديد، بناء حضاري، حتى نكون نواة لأهل الموصل. مع هذا نتمنى أنه من المنظمات العالمية، من الضمير العالمي الإنساني، أنه يبادرون بمساعدة بناء هذه القرية، لأنه هذه القرية تريد مبالغ كثيرة، تريد جهد، تريد يعني أرض ما أقل من 400 دونم حتى تقدر تنشأ هذه القرية عليها، من مدارس إلى مسابح إلى روضة إلى 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 آخره يعني. فنتمنى أنه من المنظمات العالمية والمنظمات الإنسانية أنه تقوم بدورها الصحيح وتساعد أهل الموصل، لأنه أهل الموصل يحتاجون إلى مساعدة. فناشد الضمير الإنساني، الضمير العالمي. مؤسسة فون جروب الداعية لإيواء أكثر من 4000 إلى 5000 طفل فاقدين أهلهم، هي مؤسسة إنسانية
من منطلق نشتغل من منطلق الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى صدق الله العظيم. فماكو فرق بين إذا كان الطفل الفاقد أهله يكون من غير طائفة من منطلق الإنسانية أو من غير أب أو من كان أبوه أو أمه من الأهالي اللي أذوا أهالي الموصل من الناس اللي كانوا مؤذين أهل الموصل. الطفل ما له ذنب فإحنا نمشي على من هذا المنطلق أنه الطفل ما له ذنب هو مجرد إنسان. فكما مخاطبة الله سبحانه وتعالى للناس في أغلب آياته الكريمة يا أيها الناس فإحنا من منطلق الإنسانية فإحنا سواسية سواء كنا إسلام أو يزيدية أو عرب أو أكراد أو مسيحيين أو يعني من كل الطوائف. ونشكر جهود الموصلية اللي هي معنا أول أو بأول من أول خطوة ونشكر راعي المؤسسة أستاذ فارس حازم أيوب ونشكر الجميع. في هذا اليوم ناقشنا ندوة حول إقامة قرية الرحمة لإخواننا وأبنائنا من النازحين واللي فقدوا عوائلهم واللي فقدوا آبائهم. فهذه القرية إن شاء الله هذا المشروع راح يكون مشروع خير ومشروع إن شاء الله راح تحكي عنه جميع المنظمات الدولية والعربية. عدنا وياكم مشاهدين الكرام بعدما شاهدنا المادة الصورية حول مؤسسة فون جروب تعتزم إنشاء قرية الرحمة للأيتام تستوعب 5000 طفل بمدينة الموصل. نعود إن شاء الله الحديث حول هذه المبادرة الخيرية التي يقوم بها أو تقوم بها الجهات الخيرية من أجل أبناء الموصل. ينضم إلينا في حلقتنا دكتور أزهر السماك باحث أكاديمي ومفكر اقتصادي وجيو استراتيجي. أهلا بك دكتور أزهر. نعم يا دكتور أزهر. أهلا بك. حياك الله. مجلس النواب يتجه اليوم نحو تجميد عمل مجالس المحافظات بسبب انتهاء ولايتها. نعم. ما تعليقكم على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعني أتحدث كعادتي بأسلوب علمي وبنظرة براغماتية عملية. نعم. ما يجري في البداية. نعم. هل المقصود بمكافحة الفساد بدءا من المحافظين عملية تطهير الفساد في العراق؟ باعتقادي هذا غير دقيق وإنما جانب إعلامي ويحمل بطياته الانتخابات القادمة. طيب. حملات انتخابية. نعم. المفروض أن نعالج الأسباب وليست الأعراض. المحافظين ضحية أسباب. الأسباب في مقدمتها ليس هناك طريقة بالصرف في العالم قاطبة. نعم. من يعطي المبالغ بيد شخص معين ويتصرف بها. نعم. هذا ما فعلته ما وزعت على دوائر وعمداء الكليات صلحوا كلياتكم بدون أدنى آليات صرف الرقابة. وبالتالي تحقق مأربهم في عبارة الحرامية. نعم. فهم اللي علموا رؤساء الدوائر من أتوا بهم. نعم. إلى عملية السرقة المنظمة. طيب. الأمر الثاني أذكرت به في مذكرات بريمر. عندما جلس بريمر في الجلسة الأولى مع أعضاء مجلس الحكم قال بالنص كنت متيقبا لأجلس عليها. نعم. من أن يفاجئني أحد الجالسين. نعم. لماذا أسرفتم بالضرب وتدمير البنى التحتية للعراق. نعم. وإذا بهم يسألون عن المزايا المادية وعن الرواتب عندها اتكأ الرجل على كرسيه. نعم. مطمئنا أن ليس هناك ما ينم وجود وطنية. نعم. الأمر الثاني ما ننتظر إصلاحه يبقى سياسية كاملة. نعم. أنا أسأل بسؤال منطقي، هل هناك داعي لمجالس المحافظات ومجالس النواحي في شعب غالبيته وأنا منهم شعب متخلف جاهل؟ نعم. والله في تقديري كتفكير علمي بما يحمل طيات رجال دولة ليس في العراق هناك واحد بالألف. نعم. فكيف أنا أسمح
للانتخابات وما تفرز من مخرجات أن تتولى مسؤولية الإدارة. وبالتأكيد المال السايب يعلم السرقة كما يقول المصريين. النقطة الأخرى، خلي نفكر بعمق، أنا أمسك أنا المحافظ وحاسبه أم اللي أتى بالمحافظ والأجندات الحزبية المختلفة ومن هذه الأحزاب؟ محافظ البصرة صرح مسؤول حزبه بالتمسك بالمنصب، إذا حاسبه أكثر بالبداية وبالتوازي من أتى بالمحافظ والمحافظ. النقطة الأخرى، لا تدعوا من خلال قنواتكم الفضائية أن يفكر الناس بما يرى خصوم الشعب أن يفكر به، وودوهم للتفكير المعمق. فليس بيننا رجل دولة بحق وحقيقة، رجل دولة من يمتلك خبرة وعلم مقيسة علميا وليس بالإنشاء والخطاب السياسي سين وسوف والتسويف وسنعمل، ومن يفهم ويدرك التوازن الدولي في الخريطة الجيوسياسية، وإلا يطيح بها كما طاح النظام السابق بها. لو فكرنا بمثل هذا التفكير، هل هذه الرواتب تعدد الرواتب والموازنة وغيرها وأشير لست حلقات مسجلة على اليوتيوب بقناتكم الغراء أنا بيّنت مواطن الخلل بأدق التفاصيل من وزارة الخارجية إلى التعليم العالي إلى كل الوزارات ومفهوم القوة في الدولة. طيب النقطة الأخرى، تشريع القوانين من خلال هذا البرلمان البائس، بادي مدخلاته البائسة اللي تأتيني بكثرة الأصوات، عمرنا ما راح نصل نتيجة، لأن لا يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه، لا يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه. أنا أقترح ويجب أن نفكر به إذا كنا مصلحين، مجلس شورى من خيرة العلماء بدرجة أستاذ بروفيسور، بدرجة رئيس استشاري هندسي، بدرجة كونسلتنت استشاري طبيب، بدرجة مستشار قضائي، هذول هم اللي يهيئون المادة الخام ويكونون فلتر أساسي ويهيئ القوانين وتروح مجلس النواب لتوقيعها. مجلس النواب بال14 سنة فقط مزايا مادية، جواز سفر دبلوماسي ولوراثته من بعدي، وسرقة منظمة وكذب على هذا الشعب البسيط. مرة هذا يطلع يحكي على البرلمان وذاك يحكي في سيفونية متفق عليها من قبل الجميع. نقطة أخرى، إشاعة العمل التطوعي. لو إحنا نحجب هذه المزايا المادية كون على ثقة من يتطوع العمل محدود جدا، وكل هذه المنافسات على المراكز ستختفي. والآن أعرج لك على مسألة الله يؤلمني ما أسمع عن إعمار الموصل. نوايا إعمار الموصل مليء محتضر بالإنعاش، إما يشفى أو مشلول أو رح يتوفى. هذا المريض الموصل أنا أقترح حكومة انتقالية من 3 أشخاص بمنتهى القدرة العلمية والخبرة والنزاهة، يستندون على مجلس إعمار على الأقل بدعش لجنة تخصصية من خيرة الناس المتعلمين. وإلا إحنا لماذا نخرج الناس دكتوراه وماجستير من داخل وخارج القطر ويبقى المتخلفون يسيطرون على مراكز صنع القرار؟ إذا خلي سد الكليات ويبقى المتخلفين ومزوري شهادات هم الحكم الفيصل بما يجري على الأرض. النقطة الأخرى اللي تضاف، في كل العالم لا تنمية بدون مشاركة جماهيرية، يعني الإنسان هدف وسيلة، لابد من إنشاء صندوق إعمار ونساهم جميعنا من أفقر واحد إلى أغنى واحد. خلي يتبرع البرلماني بكم راتب، يتبرع الأستاذ الجامعي بكم راتب، أنا المتقاعد أتبرع براتب، الآخر يتبرع براتب. إذا ما فقط نتطلع الدول المانحة حتى نأتي بالمبالغ ونسرقها بطريقة بدائية. سمعت عن ينوون عمله أن توزع المبالغ على النواحي، وهذا قمة التخلف. التخطيط ليس بهذه الصورة، التخطيط رسم خرائط دقيقة لكل استخدامات الأرض بالمحافظة ودرجة التضرر بطريقة GPIS، وبالتالي تحدد الشركات الأجنبية حصراً ليس العراقيين لأنه تاريخ معروف، تحدد بالشركات الأجنبية وتنفذ بطريقة تسليم المفتاح وبإدارة متخصصة خاضعة للرقابة المالية في كل مستند مالي. أما أن يعين صيدلي وطبيب للإعمار اللي تعزل كليات التخطيط والتخصيص المكاني والتنظيم المكاني، إذا كنت مع اعتزازي طبيب منته في قاعة العمليات
الصيدلي مهنته في تجارة الأدوية والمستورد والفاسد وغيره وما إلى ذلك، ما بإعمار المدينة، والكل يتهافت على إعمار المدينة وكأنما جثة فطيسة أجلكم الله للنيل منها. طيب النقطة الأخرى، تفضل. نعم اسمح لي بس أقول لك، تفضل. يعني إحنا المطلوب استراتيجية تغيير عملية سياسية. نعم. إذا كنا نآمن بعراق آمن ومستقر، إذا كنا نشي عراق آمن ومستقر، لابد أن نعالج الأمور بأسلوب التوازي وليس بأسلوب التوالي. نعم. التوالي تخلف، تعظيم لفجوة التخلف بينه وبين الدول المتقدمة. نعم. فجوة التخلف الآن بينه وبين الدول المتقدمة والله يزيد عن 600-700 سنة لحد الآن، مع مزيد الأسف السرقة والحواسب والنفاق والكذب والقناعات البالية والشعوذة والأوهام هي اللي مسيطرة على أفكارنا. أما الوطنية وحب الوطن ورصانة العقيدة ووحدة الوطن فبعيدة عنا كل البعد. نعم. طيب نعم. بالنسبة لمقترح مجلس النواب دكتور أزهر كان أنه تجميد عمل مجالس المحافظات بتمديد عمل المحافظين، أسألكم يعني حول إذا كانت النية إعمار محافظة نينوى والمناطق المتحررة، لابد نعم. من هيئات خاصة وحكومة انتقالية ومجلس إعمار من علماء وليس من سياسيين. نعم. من علماء مستقلين يوفر لهم الحماية في التخصيص وبالاعتماد على الشركات الأجنبية الرصينة. نعم. كوريا الجنوبية، اليابان، سويسرا. نعم. بعيدا عن الفاسدين. دكتور أزهر أنا يعني أسألكم، ما هو الإطار القانوني الذي يجعل أو الذي يسمح بتمديد فترة عمل المحافظين؟ لن يرد عالم في يوم من الأيام بهذه الطريقة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم دكتور أزهر السماك، شكرا لانضمامك إلينا. إذن مشاهدينا الكرام، هنالك حقيقة آراء تختلف وأيضا نقاط حقيقة تتداول ما بين شخص إلى آخر، وما بين تحليل سياسي وما بين سياسيين هم من نفس المشهد السياسي، تدور حول هذا المقترح الذي قدمه مجلس النواب في تجميد عمل مجالس المحافظات. هنالك من يقول بأن هذا من أجل دعايات إعلامية ولأغراض انتخابية، وهنالك من يقول لا، بالعكس هذه هي تلبية لمطالب الشعب وتحديدا شعوب بعض المحافظات التي تحاول قدر الإمكان أن تجعل العمل في الحكومة المحلية يسير بصورة صحيحة، وأن الأموال التي تمنح على تلك المحافظات وتحديدا المحافظات التي نعتبرها منكوبة أن يجري فيها صرف الأموال بصورة صحيحة وبإعمار وبتقديم خدمات حقيقية إلى هذه المحافظات. إذن مشاهدينا الكرام، بعد الفصل مستمرين وإياكم، كونوا معنا. معاناتنا المي أزج، بس المي نعاني من عنده. البلدية يجون بالأسبوع يجوز يجون مرة واحدة. والله ما أدري إيش بس وجبة نزلنا وجبة ومي وكهرباء. هذا راجل كان جي أصب بيها، شا أطبخ بيها، شا أسوي بيها، وميمور هذا. هذا مو حلو. نحن بلدنا كله انهدم، أساس ماء والبلول كله وشبابيك، يعني كل شيء مضى فيه. دور الحكومة المحلية حيل ضعيف، سواء بالبلديات، بخدمات الماء، بالكهرباء، خاصة الجانب الأيمن. بس خلي يجي مسؤول بوقت الله يسهل علينا. أي شيء ما قدمونا، أي مساعدات، أي شيء، هاي قدرنا من تحررنا، أي شيء ما جانا. خلي يوفرونا خدمات، خلي يسوونا شيء.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم الظاهر لكم على الشاشة والحديث حول محورنا هذا اليوم الذي طرحناه حول إقالة المحافظين الفاسدين وتجميد عمل مجالس المحافظات، هل هي خطوة في اتجاه البناء والإعمار والتعجيل بالاستقرار؟ معنا اتصال من أبو علي من بغداد. أهلا بك أبو علي. أهلا بك سيدي. حياك الله أبو علي. مجلس النواب يتجه لحل مجالس المحافظات ومطالبات بإقالة محافظ نينوى، تتوقع أن هذه القرارات تخدم مصلحة المواطن الموصلي؟ أول شيء نحييكم ونحيي قناتكم والعاملين بها والجهود اللي تتعبون بها وحضرتك وخاصة أستاذ سالم اللي يتعب يعرف الشمس واليوم رايح لي بالمال بقيا بالمطار على ذول الخطية المهجرين، والله يساعدكم ويحفظكم ويستر عليكم. حياك الله. الله يسلمك. نعم الله يسلمك. أول نقطة هي إحنا حلقة المجالس المحافظات حلقة زائدة. نعم. يعني إحنا إذا نجيب الناحية العلمية وقال هسه دكتور زيار خش حكي قال إحنا مو نريدها توالي، التوالي تعب الناس، يعني مجلس المحافظة هذا الشيء زايد، يعني شوف هاي دول العالم كلها عندهم مجلس بلدي. مجلس البلدي يقيم يعني مثل شلون وحده انتاجيه او خدميه. مو احنا جايبين نسوي مجلس محافظه، مجلس محافظه شيء زايد وصرفيات هواي وجايين اكثرهم سلون نرجع عليهم اكثرهم شهايدهم مو علميه مثل ما قال الدكتور زهير يعني ازهر العفو يعني اكثرهم واحد من مجلس النواب خريج اعداديه، يعني انا اريد افهم على يا قياسات اختاروا هذول يصيرون بس النواب. الشعب اختارهم لا، كلها بفلوس وعلاقات وانتخبني وانا حاسوي لك كذا. يعني احنا كل النظام التعليمي مالتنا العفو الحكومي مبني على الواسطات والعلاقات وترتيب المناصب وبس. شغله عليا جايين على شغله علميه وشهايد ومستويات علميه واضحه ان احنا كان وصلنا وين. يعني شوف اليابان انضربت بقنبلة ما بدت من الصفر، بدت وين ما انتهى العالم، يعني مثل نقول 1900 ونقول 50 العالم وصلوا بدأوا وياهم ذاك المرحلة. احنا لا نرجع بالعكس، واكو مثل عندنا يقول كثرة السفينة ملالحة تغرق. يعني احنا قاعدين نشوف هذا يحكي شكل وهذا يحكي شكل وهذا كذا، احنا كنا تنظيم علمي ومدروس غير موجود. طيب. لكل من المجلس النواب الى مجلس المحلي. طيب نعم. احنا من زمان يعني اذا نتابع نشوف انه هنالك حملات لمحاربه المحافظين الفاسدين ومجالس المحافظات التي تشوبها ملفات فساد، تتوقع استمرار هذه الحمله؟ وايضا شنو رسالتك اللي توجهها للجهات المعنيه؟ استاذ الشغله مال المحافظ ومجالس المحافظ بيناتهم مثل ما قال استاذ محمد، هذول عندي عليك اوراق، تذكرون من كان السيد المالكي من يقول انا عندي ضابير فلان مني هذا طلعن، هذول بيناتهم وقالها على من شو اسمه الساد ازهر قال بريمر من اجى قعد وتناقشهم شافهم كلهم جايين على مصالح الخاصه. يعني هم هاي الشغله ما يعني المحافظ ما اريده، هاي بيناتهم سياسه. انت تدفع لي اسكت لك، انطيني شويه لا تقطع عني، لا انت مخوش ادمي حشر السامعين. يعني هي الشغله كلها احنا نريد من سيد العبادي يا صدق جاي قلبه عراقي وقلبه حافظ على الشعب ما يرجع على هالنظام، لان هذا النظام خاطئ. يعني مجلس المحافظات يلغي نهائيا، يصير مجلس بلدي مع محافظ هذيك المنطقه. ثاني شيء مجلس النواب يحدد بنسبه اقل، مو حدود 300 ما 250 نائب، ايش صار؟ ايش عندنا؟ حددوا يعني هاي مصر احنا ناخذ مصر، يعني عدد نوابها ما يتجاوز ال 120 نائب او 128 نائب بحدود. ها انتم سوي شيء، حد قللوا النسب وتجيبون شغلات علميه وناس شهايد عليا والخبره، مو اجي اجيب واحد عاديه او اجيب كذا وهذا يوصل لي شو نفهمه؟ يعني احنا هي مو شغله مناصب لا شغله حبيب بلد. يعني من سيد العبادي اذا صدق يريد يخطط للعراق أول من هذا يلغي مجالس المحافظات نهائياً من أساسه، يشكل مجالس بلدي، مجلس بلدي ويا المحافظ. ثاني نقطة مجلس النواب يقلل عدده وينطي السلطة وين؟ مجلس الوزراء. المجلس النواب وحدة رقابية، يعني تراقب إذا شافت الوزير فلان قدمت عليه قالت هذا عنده كذا كذا. وثاني نقطة إذا ريد يبدأ بلدنا ومن سيد العبادي يهتم بالقضاء. القضاء اذا من يجي فساد واحنا الفساد موجود بالقضاء للراس، يعني ما نقدر نسوي كل شيء. لان هسه
اي مسؤول خليه يطلع علي فد هذا يروح يقعد ويا القاضي شرب شاي مثل ما قبل من قعد جبوري ويا هذا شرب شاي وطلع بين عنده وكتب عليه عدم ثبوت الادله. يعني شيء ضحك على ذقون العالم ضحك على الناس يعني متعبين الناس. واحنا اهل الموصل ثلاث ارباعنا مهجرين يعني هسه شوفني انا قاعد ببغداد وش وقت ارجع للموصل يعني ماكو ناس قاعد تخطط يعني ماكو ناس تهتم للشعب الانسان هذا العراقي ابو الحضارات. يعني كنا من نطلع الى الخارج من يعرفني عراقي قدرني يحطني على راسي، هسه من يعرفني عراقي ينهزم عني عباك بجرب. يعني مع احتراماتي يعني الناس السامعين يعني ليش انت خلينا العراقي ينزل مستواه؟ ليش علمنا يعني قال الأستاذ أزهر قال شركات أجنبية تجي تشتغل بالعراق إيه أنا ويا أيدها ورقابة دولية مع نقطة واحدة تحط فقرة بين تشغيل أيدي عاملة عراقية فقط ما يجيني يجيبوا لي سجناء من الصين ويشتغلون عندنا مثل ما كان قبل. لا العراقي يشتغل كعامل أول شيء سدينا النقص الأيدي العفو البطالة الموجودة بالعراق كلها مو بس أنا بالموصل أشمل العراق كلها. ثاني نقطة جبنا شركات يعني أصلية بدون ما بيها أي يعني تلاعب لأن عندكم شوف الأجانب خاصة الأجانب عندهم نظام واحد الفاسد ما يشتغلون وياه بس إحنا شو علمناهم قال شو هو شو يقول هو حقه يقول هو ما مهتم بالبلده وما مهتم الشي يصير ما يصير هو قاعد يبوك أنا أخاف على بلده. يعني نفسي من كانوا الأمريكان موجودين عندنا بالاحتلال يجي يدفع له كم فلس ياخذ مواد معينة ويطلع هذا شو يقول لك إذا هو ما خايف على بلده أنا خاف على بلده. إحنا هاي شي خلينا نظرة الدول العالم تشوفنا بهالنظرة ليش يعني هذا شنو سببه؟ سببه عدم الدراسة العلمية والدقيقة بالأمور الخاصة للعراق خاصة الشغلة السياسية. شوف السياسيين بيناتهم متضاربين هذا يقول هيك وهذا كذا يعني الدول العالم نشوف هيك تقول لك إذا رأس القمة ما معتدلين بيناتهم يا ترى شلون الشعب يعني مع احتراماتي للناس كلها يقولون همج. شكراً جزيلاً لك أبو شكراً لتواصلك إن شاء الله بالتأكيد رسالتك وصلت كأي مواطن غيور طبعاً وإلى قلبه محترق مثل ما نقول على محافظته وعلى مدينته وعلى منطقته. طبعاً يعني حقيقة الأمر اللي يثير حفيظة المقابل ويخليه يتكلم بصورة مثل ما نقول واحد محروق قلبه بسبب يعني ما نشوفه اليوم حقيقة يعني ماكو فد مثل ما نقول يد عطوفة مدى الأهالينين وهم خصانين من فد محنة حقيقة صارت قصة عالمية الكل اليوم يتحدث بها الكل اليوم يشير إلها الكل اليوم حقيقة يتخذها كمثال للمحن العظيم والكبيرة اللي تصيب الدول والمحافظات والمدن. يعني حقيقة الفترة اللي تعرضت إلها مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي من قتل ومن سبي ومن تهجير ومن أخذ الحقوق ومن اغتصاب للحقوق وإلى آخره. المفروض احنا يعني او كانوا متوقعين الموصل بعد انتهاء هذه المرحله وبعد التحرير او تحرير الموصل وتخليصها من قبضه داعش هنالك ايادي ستتوجه ايادي من الحكومه طبعا نقصد لابد طبعا راينا هنالك منظمات دوليه ومنظمات انسانيه وخيريه قد مدت يد العون الى هذه المحافظه والى اهلها لكن هذا لا يكفي فيجب ان تكون هنالك موازنات حقيقيه موازنات نرى لها أبواب صرف على أرض الواقع في محافظة الموصل. وطبعا احنا مستحيل نقدر يعني نمرر هذا الشيء من خلال طريق مسدود والطريق المسدود يقصد به هو تواجد المفسدين المتصدين لهذه الأموال الذين يدعون بأنهم هم من سيقومون بتبويب صرفها وبإيصالها إلى كل صاحب حق في المحافظة لكن مع الأسف الأموال تأتي والجهات التي أرسلت هذه الأموال أو التي منحتها والتي أقرضتها تتحدث وتقول هكذا مبلغ تم صرفه لكن تأتي إلى أرض الواقع وتأتي للنازحين وتأتي للأماكن التي لم تزال منها الأنقاض والأماكن التي لم تعمر والأماكن التي لم تعاد لها الخدمات لا توجد أي أبواب صرف لها ولا حتى لأجزاء منها من أجل إعادة حقوق المواطنين وأبسط الحقوق حقيقة. معنا اتصال آخر من أبو حسين. ألو. من كربلاء أهلا بك يا أبو حسين. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك. طبعا البوق هالايام كسر وانكشف بالعراق استاذ زين شلون يعني هو اكو من زمان ترى البوق بس مبطن كان بس اللي فضحهم محافظ صلاح الدين
ومحافظ البصرة وكذلك محافظ الأنبار، وبالطريق يجوز محافظ الموصل الله العالم مثل ما قال الأستاذ مشعان الجبوري أبو يزن أبو صقر المحترم. وبعد وأكو هواي محافظين أستاذ، يعني هو جواز سفره وجنسيته هولندية وفنلندية واسترالية. هي ما تقول لي إنتش عندك جاي العراق، أنت تجنست بجنسية ذاك البلد وابقى مولي بذاك البلد، بعد شكو جاي علينا؟ زين ابو حسين، يعني انت بخيرك ما خيرتنا، بشرك عميت علينا. ما يخالف ابو حسين، بالنسبه للبوق والفساد اللي جاء تحدث عنه، مجلس النواب قالوا احنا نصداله ونجمد مجالس المحافظات واحنا نشرف او نكون الجهه الرقابيه المشرفه على عمل المحافظين. استاذ العزيز، الاسم بالخير، ما تعرفت على جنابك؟ ياسين. ياسين أبو طاهر أحمل والديك، مو أبو صقر، وخير شاهد عليها. يعني هو يقول إحنا كنا حرامية، كنا بواقين، يقول زين. مش عن الجبوري، لو أنا غلطان يوتيوبات موجودة. لا لا مو اسمح لي أبو حسين، يعني هو ما قال كلنا حرامية، قال هنالك حرامية. لا لا لا، أنا أقول لك شلون أثبت لك، قالها عندي اليوتيوب أستاذ، قال عزيزي. إحنا اللي أخذ بيده واللي شاف وسكت، واللي سكت وما ما ما خبر على البوقة. يا عزيزي يا عيني، يعني ما تقول لي مو البلد الباق من هالفج لهالفج. الله يخليك يا ابو طاهر، رحم الوالدين. يعني هسه انت رؤيتك لموضوع تجميد عمل مجالس المحافظات وقيام شنو دول حاطيهم؟ ما اقول لك عيني استاذ ياسين، يعني دول شلون اقول لك، فد شيء زايد، يعني هذا الفشي زايد. لا تشيله او تحطه، كل تاثير ما له. يعني هيك حرامات هاي الملايين دا ياخذوها يرقعون بيها. استاذ ياسين، تدري كم عضو مجلس لي هسه مثلا كربله؟ كربله على 20 او 25 عضو مجلس. صار كم سنه، كم دوره انتخابيه؟ صار 4 من مليونين او من 4 ملايين. ايش قد ياخذون؟ يعني 400 مليون راتب التقاعد مالهم ياخذوه. استاذ، بالاضافه للسيارات المصفحه المدرعه والخدم والحشم. تدري كل عضو مجلس حاط له كرفان يم بيته يا ابو طاهر، وحاطين حشم وخدم لهم. هو تلقي قياده الثالث ما عنده. يا ياسين يا خيي، زين انت برايك اليوم الموقف او الحل اللي تم وضعه لايقاف الفساد المستشري ربما في الحكومات المحليه او حتى المركزيه، من اي جهه يكون الحل وكيف يكون؟ استاذ ياسين، هي من فوق حشمة، تسمع الشعب العراقي من فوق الضفيرة خايسة. إذا يا سليم الجبوري أستاذ ياسين يقول خلي نعيد رواتب رؤساء الجمهورية وأعضاء مجلس النواب والجمعية الوطنية، التقاعد نعيد لهم، لك بابا صدق كذيب؟ أنت جنسيتك عراقية سليم الجبوري، أنت جنسيتك قطرية، شو تسوي باقي بالعراق؟ روح للدوحة القطر يا محمد آساني. إيه ما تقول لي يا أخي، مو والله تكول الشعب، كهرباء ماكو ياسين، مو هاي الكربلة. والله كل ما نشتكي بالإعلام أستاذ ياسين، كل ما نشتكي بالإعلام يعاندون أكثر. يعني شنو، إحنا كل 4 ساعات تجينا نص ساعة أو ساعة، الله شاهد على ما أقول. وحتى الساعة تجينا ياسين يقطعوها ويقطعوها نص ساعة ساعة ساعة. وصلت الصورة، وصلت الصورة. شكرا للموصلية، والله لا يرجع لا مجلس المحافظة حتى مجلس النواب زيادة. شكرا جزيلا لاتصالك. عسكري، حاكم عسكري للموصل مثلا ويفض الأمر، ومريض دولة كلهم حلقات زائدة وفلوس ونهب زائدة. شكرا جزيلا لاتصالك أبو حسين من كربلاء. طبعا عذرا لأن الوقت ضيق، وهناك اتصالات أيضا تريد أن توصل الصوت من خلال القناة. شكرا جزيلا لاتصالك. طبعا مشاهدينا الأحبة، يعني حقيقة احنا قلناها في حلقات سابقة ورد نقولها، هي لو خليت قلبت، كل احترامي وتقديري للأخ أبو حسين، لكن لو خليت قلبت الخيرين موجودين، ولا ربما تكون هنالك، إن شاء الله نتمنى أن تكون هنالك صحوة من أجل محاربة الفساد المستشري حقيقة، وتحديدا في هذه المناطق اللي منها الموصل والأنبار وغيرها. مشاهدينا مستمرين وياكم بعد فاصل ونعود، كونوا معنا.
عودة جديدة معكم مشاهدينا الكرام ومستمرين وإياكم في آخر نصف ساعة لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج استوديو الموصلية. معنا اتصال من باسمة من مخيم الشيخان. أهلا بك يا باسمة. أهلا بك أخويا. حيا إن شاء الله. بس قبل لا نبدي السؤال فقط بس نصي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. أوكي تمام. نعم. مجلس النواب يا باسم اليوم اتجه لحل أو تجميد عمل مجالس المحافظات وتمديد عمل المحافظين بإشراف ورقابة من مجلس النواب. تتوقعين هذا القرار تحديدا في الموسخ نتكلم يخدم المصلحة العامة؟ نعم احنا كنازحين بصراحة يخدمنا. احنا محافظة نينوى لحد الآن يعني لا المحافظ لا أعضاء المجالس ما شفنا أي أحد منهم لا قدموا لنا أي خدمات. يعني هاي الأموال اللي تجي على موت يعني اسم النازحين وين هاي كلها تروح؟ الصراحة إحنا نأيد هذا القرار. إحنا كشعب الموصل والأقضية والنواحي والنازحين نأيد هذا القرار وأتمنى يتطبق. طيب احنا يعني من اسابيع جاي نلاحظ ملاحقات للفاسدين تحديدا في الحكومات المحليه، يعني تتوقعين استمرار هذه الحمله وايضا شنو الرساله اللي توجهيها للجهات المعنيه؟ نعم بالنسبه للملاحقين للفساد يعني ايتهم صراحه ونشكر كل واحد يعني يحارب الفساد بالمحافظه وكافه المحافظات. هذا مشروع كل زين يخدم الشعب وبصورة خاصة يعني إحنا نازحين كقضاء سنجار شيخان هاي المناطق المنكوبة. تعرف جنابك إيش صار يعني براسنا إحنا قضاء سنجار يعني لحد الآن كل هاي الأموال إجت باسمنا كهاي النازحين ما يعني ما وصلنا أي شيء ما شفنا أي خدمات أي مساعدات من المحافظة ومن المحافظ بالذات. أعضاء مجالس المحافظة يعني شنو يخدمونا؟ إحنا ما نستفاد منهم أي شيء وأتمنى يعني هذا القرار يتطبق. طيب بعد تجميد مجالس المحافظات يعني شنو مقترحك أو شنو مطالبتك للحكومة العراقية من أجل الإسراع في إعمار الموصل من جديد؟ نعم والله احنا نطالبهم بأسرع وقت يسوون الإعمار والبناء ويرجعون هاي النازحين كلهم على مناطقهم وبصراحة يسوون يعني هاي المحافظة نينوى ومن يحيل يعني هاي المجالس والمحافظ يجيبوا لنا حاكم عسكري. بصراحة الحاكم العسكري أحسن حل إلنا. احنا الباقي هذول ما مستفادين منهم. الناشد الحكومة العراقية بأسرع وقت يسوون الإعمار والبناء إلنا خصوصا قضاء سنجار حتى نرجع لبيوتنا. احنا بهاي الخيام والعالم تبهدلت والحرامات يعني والله تشوف الحالة الناسحة يعني ناسحين هنا تعبانة كلش لا أحد يجي علينا لا شيء الناس بهدلت. طيب الدور بالنسبة للأهالي والشباب في الموصل وفي نينوى والصورة عامة اللي المفروض أن يلعبوا هذا الدور للمساهمة بإعادة الإعمار والاستقرار للمحافظة وللمدينة. نعم هو بالتحديد ماكو يعني مشروع منظمات قليلة يعني شون يعني الدور مالهم من ناحية الإعلامية ما يقصرون وما يسوون يعني إعلام ويريدون ويدورون يعني منظمات حتى تجيهم ويعني يساعدونهم على يعني دخول المنطقة. بس المشكلة تعرف يعني ما بين الإقليم والمركزي والمادة 140 احنا تابعين هالمادة يعني المشكلة بين الإقليم وبين المركزي. نتمنى يعني حل هذه المشاكل السياسية والصراع السياسي يطلعون خارج المنطقة. بصراحة احنا شنو ذنبنا كشعب من سنجار قضاء سنجار اليزيدين يجون صراعاتهم السياسية بعد كل هذا الدمار يشعلون النار يعني في المنطقة. بصراحة هذا الشيء يعني مو إنساني. نعم شكرا جزيلا لاتصالك أختنا باسمة من مخيم الشيخان وأيضا إن شاء الله حالك من حال كل المواطنين اللي صوته يوصل إن شاء الله وأيضا اللي مطالب وإن شاء الله تتحقق بجهود الخيرين اليوم اللي ولو بلسانهم اليوم على الأقل يعني أضعف الإيمان كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بلسانه يعني حاول قدر الإمكان أن يساهم في إعادة الاستقرار والأمن والإعمار للموصل. وكما نشاهد أيضا هنالك محافظات أخرى يعني يجينا من خلالها اتصالات نجد عندها يعني حقيقة غيرة واندفاع نحو إعمار الموصل نحو استقرار أهل الموصل وإعادتهم إلى مناطقهم. فحقيقة هذا الموضوع يعني يبشر بخير وليس بالخير العادي بالعكس خير كبير هذا لأن كثير من العراقيين اليوم مو فقط أهل الموصل كثير من العراقيين عينهم على الموصل وعلى أهل الموصل. معنا اتصال آخر من أبو تمارا.
من سد الموصل. أهلا بك أبو تمارا. أهلا أستاذ ياسين، شلونك حبيبي؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أبو تمارا. الله يحفظك، حياك، ينورك معي القناة، القناة اللي الموصل كله، كل أهل الموصل يفتخرون بها. الله يحفظك. قناة الحقيقة، قناة الحق. احنا حقيقة ان الفخر بكم كجمهور وكمتابعين من اهل الموصل ومن كل العراق ان شاء الله. ابو تمارا، اكيد سمعت وتابعت المحور اليوم حول مقترح مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات، شنو رايك وتقييمك لهذا المقترح؟ والله استاذ اني راح احكي لك رايي وراي كل موصلي شريف صراحة. احنا يعني انت شفت هاي ايش قصر لنا من تحررت الموصل، ايش قصر لنا تقريبا، مو صار لنا راح يصير اكثر من 6 7 اشهر. طيب تعال هسه افتر بالشوارع حاليا وشوف انت قيم الوضع. احنا ما راح، انا كشخص يمكن تقولي بالغ، تعال شوف قيم الوضع وين دور المحافظه. لا بالعكس، دجت بالغ انت بعد، احنا انت من المشهد، فلذلك دائما يكون كلامك هو الاكثر يعني وصولا للمشهد. نعم نعم نعم. هسه تعال شوف الشوارع، هسه دور المحافظه المفروض بعد ما طلعوا المجموعات الارهابيه اللي دمرت حياه الناس، طيب بعد ما طلعوا المفروض هسه نشوف المحافظه 24 ساعه تشوفهم يقدمون خدمات الماء، الكهرباء، الأرصفة، الشوارع، الإعمار. احنا هسه ما شفنا كل شيء. النواب هذول، النواب أعضاء مجلس المحافظة، ما شفناهم نهائيا إلا خلال هاي الأيام القليلة اللي من اقتربت الانتخابات، كل من شال لافتة وطلع بالشوارع يشوفوا نفسهم للعالم. صراحة ما نستفاد منهم نهائيا. والحكومة المركزية لما اتخذت هذا القرار أو البرلمان، أنا أشوف قرار صائب جدا، لأن احنا ما استفادينا منهم كل شيء. نعم. لا سابقا ولا حاليا. نعم. يعني تتوقع أن البرلمان راح يقوم بدور رقابي حقيقي وقانوني تجاه المحافظين في عملهم بدال مجلس المحافظة؟ والله استاذ احنا صراحة ما نعرف انه هل هذولا راح يكونون الجايين افضل منهم، لكن احنا نتمنى انه اذا ذولا قالوهم، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن الناس الشرفاء ان ينتخبون ناس يكونون يمثلون اهل الموصل، واللي جايين يكون ينظرون الى الشعب والى حال الناس، حالة الناس التعبانة جدا، بحيث شوية يتحسن الوضع. احنا ما ترى الشعب العراقي بصورة عامة ما ينتظر إلا شيء قليل جدا من الحكومة، إحنا بس نريد الأمن والأمان. والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله. إن شاء الله جميعا. يحتاج إلى قليل من الخدمات، يعني الشعب مو طماع، يحتاج إلى جزء صغير جدا من الخدمات. نعم. الماء، الكهرباء، يبلطون الشوارع. نعم. الأمانة، ما نريد كل شيء يعني، بس إن أبسط الأمور، أبسط حقوق الفرد ما وصلوها للشعب. نعم. زين هسه يعني أنت وغيرك يطالبون بإعادة الخدمات وإعمار الموصل، يعني شلون تقدر توصف الدور اللي يجب أن يجمع عليه الشباب وأهالي الموصل من أجل الضغط على الجهات المعنية للإسراع بإعادة الخدمات والإعمار في الموصل؟ أستاذ إحنا اللي نقدر عليه صراحة، إحنا ماكو بيدنا شيء كشعب، انت ادرى بالوضعيه والكل يعرف انه احنا ما بيدنا شيء كشعب، لكن احنا كشباب اتمنى من كل شاب يسمعني انه ينتخب الشخص المناسب، يروح للانتخابات وينتخبون الشخص المناسب لكي يقوم باعمار مدينتنا. لان انت اذا ما رحت للانتخابات اكو ناس يقول انا ما اروح. اذا ما تروح وما تنتخب ما راح، ما تنتخب الشخص المناسب، راح هذا هو اللي يأثر على إعمار مدينتك. فأنا أتمنى من كل شاب يسمعني أنه يروح للانتخابات وينتخب الشخص المناسب لإعمار المدينة ولبناء مستقبل جديد لهذه المدينة المنكوبة. نعم، شكرا جزيلا لاتصالك أبو تمارا من سد الموصل، وإن شاء الله هذه الأمانة حقيقة اللي هي إذا تحققت راح تعطي كل ذي حقا حقا، نتمنى تتحقق على أرض الواقع، ونتمنى كل جهود الخيرين اليوم تصب في متطلبات ومطالبات ومناشدات أهالي الموصل، لأن حقيقة اليوم جهات معنية كثيرة متعددة الاختصاصات، متعددة المهام في الحكومات سواء المحلية أو المركزية، يجب أن تكون واقفة على احتياجات أهل الموصل. يعني هنالك من فاق الذوي، وهنالك من قد أصيب بإعاقة معينة خلال الحرب يحتاج إلى دار إيواء يؤوي، هنالك من لا يجد الماء والكهرباء في منطقته يجب إعادة الخدمات، هنالك من لم يجد بيته ويحتاج إلى تعويض، هنالك من نزح من منطقته ولا يستطيع الآن العودة إليها بسبب عدم اكتمال الإجراءات الأمنية، ولا يجد مخيم يعني يعطي حقوقه أبسط
ببساطة الحقوق من الكهرباء، من الماء، من الغذاء، من الطعام. يعني مو معقول إحنا وصلنا إلى مرحلة خاف الناس اللي ماتت بالحرب وبالقصف مو كافي، أكو ناس اليوم بدها تموت من الجوع ومن نقص الأدوية والمواد الطبية بالنسبة للعوائل والأطفال والشيوخ اللي ساكنين بالمخيمات. اتصال آخر ويانا من عماد من بغداد. أهلا بك يا عماد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عماد. بالنسبة أستاذنا العزيز، نعم، بالنسبة للموضوعكم، بلي، يعني احنا نسأل اليوم بالنسبة لتجميد عمل مجالس المحافظات وإلغائه وجعل عمل المحافظين مستمر برقابة من مجلس النواب، يا ترى هذا الموضوع راح يخدم الصالح العام بالنسبة للشعب أم لا؟ نعم، حول موضوع هذا الموضوع مهم جدا. نعم. واحنا نشكر حضرتك على هذا البرنامج. بالنسبة لقضية الموصل وقضية كل العراقيين، المحافظات كانت بأكملها. نعم. القضية اليوم هي قضية أنه السبب الرئيسي هو الفساد المستشري في مفاصل الدولة. طيب. أنا أريد أختصر وياها حضرتك، يعني بصراحة أنه بالنسبة لقضية الموصل أو قضية المحافظات العراقية. نعم. الستة التي حررها الجيش العراقي الباسل. نعم. هذه المناطق لن يكون لها حل إلا سوى حاكم عسكري. طيب. نحن كناشطين من ساحة التحرير من بغداد. نعم. ندعو إلى حكومة انقاذ وطني. نعم. تمثل المناطق العربية العراقية الستة التي حررها الجيش العراقي. نعم. وتكون حكومة مشتركة بين المدنيين. نعم. وبين الجيش. وأتمنى يعني سمعتي القادة العسكريين الأبطال. نعم. في الموصل. نعم. أن يكون على دراية بهذا الموضوع. وبالنسبة لنا كناشطين سنزور الموصل من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطني قريبا جدا. ونزور العشرة إلى كل شعب العراقي. وإلى محافظاتنا البطلة. نعم. حقيقة نحن، ولو أنا آسف على الإطالة. لا تفضل. إحنا بالنسبة للموصل وهذه الانتصارات التي هي كانت حلمنا وعانينا ما عانينا من قهر الإرهاب، الإرهاب في كل مكان، كان في بغداد ولا في الموصل ولا السليمانية ولا في الموصل. نحن نريد حل جذري، الحل هو عسكري فقط، حل مشترك خلال حكومة انقاذ وطني من أجل بناء الإنسان أولا، والموصل اليوم بحاجة إلى بناء الإنسان، بحاجة زين إلى زين عماد، بحاجة إلى دعم. زين، أريد أسألك هذه الملاحقات للفاسدين اليوم وتحديدا في محافظة نينوى، وهنالك ملاحقات للفاسدين سواء في ديوان المحافظة ومجلس المحافظة، تتوقع هذه الملاحقات ستعطي نتيجة إيجابية على أرض نينوى؟ وأيضا هل ستستمر؟ أكيد أكيد، إحنا كمواطنين وكعراقيين احنا نخرج، لازمنا نخرج من اجل إقالة الفاسدين سواء كانوا خاصة في الموصل. نعم. هناك فاسدين للأسف الشديد، قبل ايام سمعنا هناك انفجارات وهناك ارهاب في داخل الموصل، هذا سببه هو الفساد الرئيسي. نعم. الفساد هو الذي جعل الموصل الى هذه الحالة، الى هذا المستوى. نعم. عزيزي احنا مستمرين حتى إقالة كل الفاسدين. نعم. النصراوي كيف رحل؟ رحل نتيجة الضغط الجماهيري، ضغط الحراك للشعب العراقي. نعم. احنا قادمون الى، وانا اقول الى حقيقة الى السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. نعم. ان يتعامل معنا ويتفهم موضوعنا. نعم. من خلال نشكل حكومة تمثل المناطق اللي حررها الجيش العراقي، وهذا هو سيكون حفاظا لنصرنا. نعم. ونحافظ على بيئتنا وعلى مناطقنا وعلى شعبنا. نعم. الحكومة الوطني يجب أن تكون. نعم. بإذن الله قادمون إليكم من أجل أن ننقاذ شعبنا وانقاذ أمتنا. شكرا جزيلا لاتصالك عماد من بغداد، وإن شاء الله الشباب أمثالك كلهم اللي يدعون للإصلاح في المحافظات وتحديدا محافظة نينوى ومدينة الموصل التي تعرضت لنكبة كبيرة حقيقة وتاريخية على يد عصابة داعش الإرهابية، وأيضا الحرب التي مرت على عصابة داعش الإرهابية هناك في المحافظة. إن شاء الله يعني يكون هنالك دور فعال للشباب والمنظمات الشبابية والمدنية التي دائما تطالب بالإصلاح وتخرج المطالبة بإعطاء أهل الحقوق حقهم من أهالي نينوى وغيرهم ومن أهالي الموصل ومن النازحين.
وحقيقة هنالك يعني أو تتعدد هذه الآراء، ولربما نقول آراء أو هذه التحليلات نسميها المنطقية أو السياسية أو الأمنية بالنسبة للمحافظات وبالنسبة للمدن، حول إنه قضية وجود الفساد هي التي تحتضن الإرهاب. يعني هذا الشيء بالتأكيد، يعني أي منظومة حقيقة مثل ما اليوم نشوف الجسم إنسان معين فد جزء من عنده يتأذى أو يوجع أو يتمرض، كل الجسم راح يشكي من هذا القضية. أيضا المنظومة السياسية بصورة عامة، أي مفصل بهاي المنظومة راح يكون بخلل، راح يكون هناك خلل بمفاصل متعددة. اتصال آخر ويانا من علاء من دهوك. أهلا بك يا علاء، من أهل الموصل طبعا. حياك الله. عليكم السلام أخي العزيز. أقدر أحكي على مدى الحد باء؟ تفضل. أنا نحات علاء العزاوي، مصمم ديكور وعندي خبرة بالهندسة. طيب. وأقدر أرجع لحد باء مثل ما هي. طيب. قديم. طيب. ومقاومة للرياح والهزات الأرضية عمن طيق قوة ومتانة. زين. ومسوي تصميم صغير. نعم. مجزأ على مود الشرح. نعم نعم، ممتاز، مقترح جيد، إن شاء الله يوصل. المسؤولين. عفوا، إذا أمكن تقدر توصل صوت للمسؤولين. إن شاء الله طبعا حاليا صوتك يوصل للجهات المسؤولة، وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان نسلط الضوء على هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا لاتصالك على أمن دهوك. طبعا مبادرات حلوة أنه واحد يفكر في كل قضية موجودة في مدينة الموصل أو في نينوى، لكن هذا طبعا إحنا قلناها سابقا وقبل قليل في الحلقة، لا يتم أي إعمار أو أي تقدم أو أي إعادة لاستقرار وخدمات إلا بعد إقالة كل أو محاربة، ليس فقط إقالة، كل من يحاول الإخلال بالمنظومة السياسية والخدمية والأمنية في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل. فحقيقة نحن قدر الإمكان اليوم نحاول أن نوصل أصوات حقيقية بتحمل مضامين تخدم المواطن، تخدم المدينة، تخدم الأرض، تخدم الإعمار، تخدم إعادة الخدمات. فمن خلال ذلك سيكون هناك ضغط إن شاء الله على الجهات المعنية التي قد تكون متأنية في اتخاذ قرارات تجاه الفاسدين وتجاه الإسراع بالإعمار في محافظة نينوى، وتجاه أيضا إعادة الخدمات، وأيضا تجاه يعني إعادة الأمن واستتبابه في تلك المحافظات إن شاء الله. طبعا إحنا يعني أمام معركة قادمة، معركة الأعفر، للتخلص يعني من عناصر داعش الإرهابية في آخر معاقل لداعش في العراق. وأيضا بعد هذا الشيء قال أنه الدكتور حيدر العبادي في تغريدة إلى على موقع تويتر، سيتم التحقيق بسقوط الموصل ومن الأطراف التي ساهمت بذلك ومن التي ساعدت على دخول داعش إلى الموصل، طبعا أقصد الجهات السياسية. وأيضا ستكون هنالك إن شاء الله معارك ضد الفاسدين وضد الفساد. فحقيقة يعني إحنا اليوم استمعنا إلى آراء متعددة وإلى قراءات مختلفة حول موضوع تجميد عمل مجالس المحافظات. هنالك من يقول أن هذا سيخدم الشعب وهذه ضمن المتطلبات، وهنالك من يقول أنها لا تخدم وأنها فقط مجرد دعاية انتخابية إعلامية. هذه الحقائق ستبين إن شاء الله وسنناقشها في حلقات قادمة إن شاء الله في برنامج استوديو الموصلية. انتظرونا لذلك الحين إن شاء الله، وإلى ذلك الحين أيضا دمتم في أمان الله وحفظه. شكرا لكم.